صباح الفل على حضراتكم مشاهدي قناة تايم سبورتس. يوم جديد من برنامج العبها صح، ان شاء الله على مدار الساعتين اللي جايين هنكون بنتابع مع حضراتكم ابرز ما جاء على الساحات الرياضيه المختلفه، وطبعا النهارده يوم السبت، فنتمنى لحضراتكم كده انطلاقه الاسبوع يكون موفق لينا جميعا. طبعا في توقف دولي، فبالتالي مفيش مباريات بنتابعها على مدار الاسبوع، والسبت الممتاز والحد الممتاز متوقفين، ولكن بشكل عام خلاص اصبحنا على اعتاب مباريات كثيره جدا هتكون قويه ضمن منافسات تصفيات يورو مثلا 2020، ايضا المنتخبات الافريقيه والمنافسات والتصفيات المؤهله الى كاميرون 2021، مناسبات كتيرة جدا وبطولات كتيرة جدا بنتابعها في هذه المرحلة من الموسم. وكمان طبعا الحدث الأهم والأبرز هو متابعتنا لمنتخبنا الأولمبي تحت 23 سنة الرجالة، خلاص لقب الرجالة أصبح بيطلق عليهم وبصوت عالي يستحقوه وبكل تأكيد. وكمان يوم الخميس اللي فات كان في فرصة إن احنا نكون بنتابع منتخبنا، المنتخب الأول كان عنده مباراة الساعة 6 وبعدها ما انتهت مباشرة أمام منتخب كينيا، كان في متابعة مباراة منتخبنا الأولمبي اللي كانت تعتبر تحصيل حاصل وكده كده ضامنين الوصول إلى المربع الذهبي، ولكن بيبقى التأهل إلى المربع الذهبي بطعم العلامة الكاملة مميز جدا. والصراحة الجهاز الفني واللاعبين كانوا يستحقوا هذا النوع من التأهل، والإنذار اللي ادوله كل المنتخبات اللي بتكون معاهم في المربع الذهبي إن المنتخب صاحب الأرض وصاحب الجمهور وصاحب الروح، واهم حاجه الروح لما بتكون مصطحبه مع التواجد العاملين زي الارض والجمهور، هنا بقى بيكون ليها الاهميه. عامل الارض والجمهور ملوش اي قيمه لو اللاعبين مش عندهم حس القوه ولا عندهم الحماس ولا عندهم الحميه داخل الملعب ولا عندهم الروح اللي تخليهم يستغلوا وجود بطوله على ارضهم. الحقيقه هم قادرين يتعاملوا مع ضغوط كتيره جدا عليهم من قبل البطوله ولحد دلوقتي، ومع كل مباراه قويه بيقدموها الضغوط عليهم بتزيد للاسف، ولكن ده من عشمنا فيهم ومن ثقتنا فيهم ومن تقديرنا لمجهوداتهم اللي احنا حابين ان هي تنتهي بحصولهم على اللقب. اكيد متابعتنا ليهم هتكون مستمرة على مدار كل الأيام المتبقية من البطولة، أو مباراتين إن شاء الله اللي هيكونوا متبقيين في المربع الذهبي أو مباراة نصف النهائي، ومن بعدها بإذن الله نكون متأهلين إلى طوكيو 2020 بوصولنا إلى المباراة النهائية. كل التوفيق اكيد لمنتخبنا الاولمبي في وقت احنا اكيد من غير ما نقصد بنعمل المقارنه ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وخصوصا ان كانت المباراتين جايين بالظبط ورا بعض، فالواحد حاسس بالفروق تحديدا مش بس فنيا ولا هجوميا ولا على اي صعيد فني، بل بيبقى دايما الفرق اللي الناس كلها كانت بتشير اليه هي الروح اللي بيفتقدها وما زال بيفتقدها منتخبنا الاول لكره القدم منذ بطوله كاس افريقيا للكبار اللي كانت من اشهر قليله. ما فيش أجندة محلية، ولكن بتبقى المباريات الدولية زي ما احنا كده بنتابعها أكيد برضه ليها تكون متعة خاصة. خلونا نروح مع حضراتكم ونتابع أجندة اليوم. ماتشات اكيد كتيره جدا دوليه هنتابعها على مدار التوقف الدولي اللي احنا دلوقتي بنشاهده، وكمان على بقى الصعيد استعدادات منتخباتنا لكل الماتشات اللي جايه بالنسبه ليهم وكمان الانديه والرياضات الاخرى. خلونا كده ناخد مع حضراتكم جوله واهم وابرز الاخبار على الساحه في التوب 5.
ونبدأ جولتنا في التوب 5 عن منتخبنا الأول لكرة القدم، وبعد تعادل مخيب جدا للآمال في أولى جولات تصفيات كأس أمم أفريقيا 21 في الكاميرون. الخطوة اللي جاية الكل بيعمل إن هي تكون أفضل، ولكن من المؤكد إن هي مش خطوة سهلة. ده اللي معانا في خبرنا الأول. هيكون بيؤدي منتخب مصر الأول بقيادة الكابتن حسام البدري أول تدريباته الساعة 3 عصر النهاردة في جزر القمر، استعدادا لمباراة المنتخبين اللي هتكون يوم الاثنين اللي جاي في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 في الكاميرون. وكانت بعثة منتخب مصر وصلت الساعة 10 مساء امبارح الجمعة للعاصمة موروني على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، ومنح البدري لاعبيه راحة امبارح في الفندق فور وصول البعثة. وبتضم بعثة الفريق 23 لاعب بعد استبعاد أحمد جمعة مهاجم المصري للإصابة في المران الأخير قبل السفر امبارح، وهم في حراسة المرمى محمد الشناوي من النادي الأهلي، محمد عواد من الزمالك، محمد بسام طلائع الجيش. أما عن خط الدفاع، أحمد فتحي الأهلي، محمد هاني الأهلي، أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون، عبد الله جمعة الزمالك، محمود وحيد الأهلي، محمود علاء الزمالك، رامي ربيع الأهلي، باهر محمدي الإسماعيلي، أيمن أشرف الأهلي. أما عن خط الوسط، طارق حامد الزمالك، عمرو السولية الأهلي، محمد النني بشكتاش التركي، محمد مجدي أفشة الأهلي، حسين الشحات الأهلي، أحمد سيد زيزو الزمالك، محمود حسن تريزيجي أستون فيلا الإنجليزي، كريم طارق طلائع الجيش. أما عن خط الهجوم، حسام حسن سموحة، مروان حمدي وادي دجلة، محمود عبد المنعم كهربا أفاش البرتغالي. مباراة منتخبنا الأول لكرة القدم القادمة أمام منتخب جزر القمر، البعض كان بيشير إن هو ممكن يكون المنتخب الأضعف ضمن منافسات مجموعتنا، مجموعة السبعة اللي بتعمل تصفياتها علشان تتأهل كاميرون 2021، ولكن بعد أول جولة فمنتخب جزر القمر هو المتصدر وفاز على منتخب توجو على أرضهم وحصد 3 نقاط. فإحنا كمان بنتكلم إن إحنا هنلاعب منتخب جزر القمر على أرضه، ومش بس فكرة إن هو على أرضه، ولكن بتبقى الروح اللي هم اكتسبوها أو الثقة اللي اكتسبوها من فوزهم بأول مباراة خارج أرضهم. بجانب على الصعيد الآخر أكيد متابعتهم ماتش منتخبنا الأول لكرة القدم وتعادله على أرضه أمام منتخب كينيا، اللي إمكانياته ومستواه الفني متواضع جدا أو متوسط مثلا لو هنقيمه مقارنة بتاريخ وإمكانيات لاعبينا والأماكن اللي بيلعبوا فيها ومفروض عدد مشاركاتهم على صعيد أو منافسات تاريخ منافسات كاس أمم أفريقيا والتصفيات. فبالتالي المقارنة أكيد كانت بتصب في مصلحة منتخبنا الأول لكرة القدم لما تكون النتيجة تعادل إيجابي وبشكل أداء فيه ما فيهوش أي إرضاء للجماهير وفي أداء باهت وأداء غير مطمئن، فبتبقى مباراة قادمة صعبة من حسابات كتيرة جدا فنيا، لأن احنا فنيا واضح ان احنا لسه مش واقفين على أفضل طريقة نكون بنلعب بيها في هذه المنافسات، بجانب طبعا الروح اللي احنا بنتكلم ان احنا مفتقدينها بقالنا فترة والإحباط اللي ممكن يكون لحق ببعض اللاعبين، أكيد بجانب التواصل مع اللاعبين فنيا من قبل الجهاز الفني جنب ده أكيد لازم يكون في تواصل على الصعيد النفسي، وازاي تخرجوا من الحاله ديت وازاي يفصلوا ويطوا صفحه خالص المباراه السابقه امام منتخب كينيا، ويكونوا بيبصوا للمباراه القادمه ان هي كانطلاقه ليهم. طبعا البدايات بتكون مهمه، والبدايات المتعثره مش مؤشر ان انت هيكون الحظ مش محالفك على مدار التصفيات، اكيد لسه ده ماتش واحد، اكيد حصدنا نقطه في الحال مش اصعب حال، ولكن احنا بنتكلم عن الاداء اللي احنا ممكن كنا منتظرين ان هو يكون بشكل افضل، الروح كنا منتظرين مع وجود مدير فني محلي تكون افضل. هنشوف الماتش اللي جاي هيكون بيصفر عن ايه، ولكن بيبقى ماتش صعب. البعض كان بيشير ان هو ممكن يكون ماتش سهل، ما بقاش فيه ماتش سهل خالص في افريقيا على مدار متابعتنا لكل المنافسات في الاشهر اللي فاتت. كل المنتخبات قويه، كل المنتخبات عندها الحمية ان هي تكون بتحقق انجاز، ودايما بيكون مرفوع الضغط عن اي منتخب تاريخه اقل من تاريخ منتخبنا الوطني، فبالتالي هو كمان بيكون بيشارك وهو من مرفوع عليه الضغط، على عكس منتخبنا الوطني اللي دلوقتي فيه حسابات كتيره جدا اكيد داخل اذهان اللاعبين وايضا داخل اذهان الجهاز الفني. من منتخبنا الاول لكره القدم لمنتخبنا الاولمبي، واكيد كنا بنتابع كل منافسات المجموعه الثانيه علشان احنا مستنيين مين المنتخب اللي هنكون بنواجهه في المربع الذهبي. امبارح ظهرت هويه المنافس في المربع الذهبي، ده اللي معانا في خبرنا الثاني.
فرد منتخب جنوب افريقيا التعادل بدون اهداف على نظيره نيجيريا امبارح الجمعه باستاد السلام في الجوله الثالثه والاخيره للمجموعه الثانيه ببطوله كاس الامم الافريقيه تحت 23 سنه، وتاهل منتخب جنوب افريقيا لدور الاربعه بعدما اقصى نيجيريا حامل اللقب بهذا التعادل. يضرب البافانا بافانا موعد مع منتخب مصر في دور الاربعه يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهره بعدما احتل المركز الثاني بترتيب المجموعه الثانيه. وصعد منتخب كوت متصدر ترتيب المجموعة الثانية بعد فوزه الصعب على حساب زامبيا بهدف دون رد في اللقاء اللي أقيم بنفس التوقيت أمس باستاد القاهرة في ختام منافسات الجولة نفسها. وضرب المنتخب الإيفواري موعد مع منتخب غانا في دور الأربعة باستاد السلام يوم الثلاث المقبل. أجمل ما في الموضوع تأهلنا إلى الدور المقبل كمتصدرين وكأول لمجموعتنا، هيبقى المنتخب الأولمبي بيشارك وبيتنافس على استاد القاهرة الدولي، فبالتالي الماتش اللي جاي هيكون على استاد القاهرة، وأنا متأكدة إن إصرار كل الجماهير المصرية إن هي تكون بتحصل على تذكرة علشان تشاهد هذه المباراة من داخل استاد القاهرة الدولي ما فيهوش أي شكوك بالنسبة لي، لأن حتى المباراة السابقة البعض كان بيقول ممكن ماتشنا أمام الكاميرون بعد ما ضمننا التأهل يكون التوافد الجماهير في استاد القاهرة أقل شوية أو الناس مش مهتمية أو خلاص ضمننا الصعود فيوفروا المجهود دوت لماتش مهم زي مباراة نصف النهائي. الجماهير كانت متواجده وكانت متواجده بشكل مهم جدا، واعتقد ان دايما بتكون الجماهير مع نوع لعيبه زي لعيبه منتخبنا الاولمبي تواجدهم مهم وبيأثر بشكل ايجابي، وقادرين يتعاملوا مع ضغوط او يستفيدوا من وجود الجماهير بالشكل الايجابي من غير خالص ما يكون عامل ضغط اللعيبه اثناء مجريات المباراه، وهم متاخرين الجمهور بيقول رجاله، ودي حاله بجد هي الحقيقه ان احنا نكون شايفين لعيبه صغيرين كده في السن وحاسين بقيمه التيشيرت وفاهمين هم عايزين يعملوا ايه وشايفين حلمهم وشايفين هم قريبين منه ازاي، وبالرغم ان التعادل او الخساره ما كانش هياثر خالص على تاهلنا للمربع الذهبي، ولكن هم رجاله. منتخب جنوب افريقيا اكيد كان ليه او مديره الفني ولاعبيه ليهم تصريحات خاصه بعد انتهاء مباراتهم امبارح، وخلاص معرفه المنافس اللي هيكونوا بيتواجهوا امامه في المربع الذهبي. خلونا نروح ونتابع جزء من المؤتمر الصحفي لمنتخب او مدير الفني لمنتخب جنوب افريقيا عقب التاهل الى المربع الذهبي ومواجهه مصر. خلونا نروح ونشوف ونعود مره ثانيه. نعم، المباراة أمام مصر يجب أن نقوم بالأعداد وأن نقوم بإعادة تجديد الطاقة ذهنيا وبدنيا، وسوف نجهز لذلك من الغد. هناك سوف لقد لعبنا مع مصر من قبل، بالنسبة لمصر هم أقوى من نيجيريا وأيضا يتلقون الدعم من المشجعين، وهو نهائي بالنسبة لي، إذا لعبنا في نصف النهائي يعتبر نهائي بالنسبة لي. أعتقد أننا سوف يكون لدينا الشكل سوف نظهر بالشكل الجيد ونكون قادرين على الحصول إلى نتيجة طيبة ونصعد إلى النهائي. اللاعبين الذين هم معنا بعد راحة الفيفا هم سوف يدعموننا في نصف النهائي ضد مصر. أنا قلق بشأن إذا كانوا ما سيغادرون أم سيظلون معنا بعد إنهاء هذه المهمة ضد مصر. نحن نعتقد أنه بمجرد أن تأخذنا النتيجة إلى النهائي سوف نسمح للاعبين للعب في النهائي، ولكن كل ما نقوم به الآن هو القلق حيال المباراة والإعداد لها ضد مصر في المباراة القادمة. نحن نعلم ماذا فعل الفريق الأساسي فريق الكبار في كأس الأمم الأفريقية، وبالنسبة للنتيجة نحن نثق بالطبع في الكرة المصرية، لدينا وظيفة نقوم بها ووظيفتنا هو محاولة الصعود إلى النهائي، وجنوب أفريقيا لا تشك في قدرة مصر في مباراة نصف النهائي. لدينا حلم، وبالطبع لدى المصريين هو التأهل لنصف النهائي، وبالطبع التأهل للأولمبيات، التأهل للنهائي عفوا والتأهل للأولمبيات، وهذا هو ما نأمل أن نقوم به. I think as you all know the host is strong
لعبنا ضد نيجيريا وهي فريق جيد، ولعبنا وفقا لخطط المدرب ومرت المباراة بشكل جيد. لم يكن أقصى جهد لنا، ولكننا حافظنا على الخطة، وكما قلت نتيجة لم تكن مرضية بشكل كافي، ولكن حصولنا على النقطة هو الأهم بالنسبة لنا. أعتقد أننا لدينا ميزة أننا لعبنا ضد مصر مرتين من قبل، عرفنا شكل اللعب الخاص بهم ولعبنا مباراتين، وكان هناك تعادل في المباراة وخسرنا المباراة الأخرى، ولذلك أعتقد أننا لدينا الآن المعلومات. يجب علينا العودة للتدريب وأن نقوم بعمل خطة أفضل حتى نحصل على نتيجة جيدة ضد مصر، ولكن أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في المباراتين السابقتين مع مصر، وأعتقد أنا أتطلع إلى المباراة مع مصر ومدربنا لديه الخبرة وهو مدرب جيد وسوف يقوم بعمل خطة جيدة لنا. أكيد بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا على لسان المدرب الحلم واحد، بالنسبة لمنتخب جنوب أفريقيا وبالنسبة لمنتخبنا الوطني الهدف هو عبور مباراة نصف النهائي علشان يتأهلوا مباشرة إلى طوكيو 2020. مباراة صعبة على لسانه، مباراة في وسط جماهير منتخبنا الأولمبي أكيد هتكون صعبة، ولكن على الصعيد الآخر كمان كابتن الفريق شايف أنهم هيحاربوا أمام منتخبنا الوطني الأولمبي، ولكن احنا كلنا ثقة أن لو هنتكلم بقى عن الروح والثقة بالنفس والأداء التصاعدي، وأعتقد كمان مع المرحلة المقبلة وفي الأدوار الإقصائية إن شاء الله كمان نشوف منتخبنا الأولمبي أداؤه والحافز الكبير اللي قصاده وهو التأهل لطوكيو 2020 يكون بيحركه وبيخليه بيأدي بأجمل شكل ممكن بإذن الله. نستمتع بهذا اللقاء في المربع الذهبي، نحتفل بالتأهل للنهائي وأيضا نحتفل بالتأهل إلى أولمبيكس 2020. على الصعيد الآخر وخروج حامل اللقب المنتخب النيجيري، البعض كان بيشير إليه إن هو ممكن يكون من أقرب المنتخبات وصولا للأدوار بعيدة أو التأهل كمان للأولمبياد، خرج من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الثانية أجزاء من المؤتمر الصحفي عقب الخروج من البطولة. خلونا نروح نشوفها ونرجع مرة ثانية. نعم، إنها مسؤولية التنظيم وإعداد الفرق لهذه البطولات. نحن نتطلع إلى المستقبل ونرى كيف سنكون أو كيف سيكون شكلنا في المستقبل فيما يتعلق بكرة القدم. كانت لدينا العديد من التحديات، ولكن في بعض الأحيان نفقد تركيزنا ونحاول أن نكون هادئين، ولكنها ستجري عكس ذلك، وهناك في مثل هذه المباريات، هذه هي كرة القدم، هذا يحدث في كل الأحيان. يجب أن يسيطر الفريق على كامل تركيزه طوال المباراة، وكان الموقف بالنسبة لنا جيد. أعتقد أن وفقا للظروف التي كانت أمامنا والمنافسة، كافة الفرق استفادت من هذه المنافسة، وكل الفرق تعلمت واكتسبت خبرات، وبالنسبة للاعبين هي فرصة طيبة ورائعة للحضور إلى هنا والمنافسة في هذه البطولة، وكانت هي بطولة صعبة، وسوف ننتظر وسوف نعود إلى بلدنا ونحاول أن نستفيد من هذه الدروس. لدينا مسؤولية هو تطوير اللاعبين، هذا تحدي في القارة الأفريقية، يجب علينا كمدربين أن نجعل اللاعبين يتطورون في الأداء، ويجب أن نزيل كافة الصعوبات. أعتقد أننا في اليوم واجهنا مهاجم خطير جدا.
خروج حامل اللقب أكيد بيسهل بعض الشيء، المنافسة على كل المنتخبات الأربعة اللي بتتنافس على لقب البطولة، وكمان الثلاث بقاع اللي موجودين في طوكيو 2020. فقدان التركيز كان بيشير إليه المدير الفني المنتخب نيجيريا من الأسباب اللي خلت المنتخب النيجيري يخرج من منافسات هذه البطولة. ولكن نبص بقى على يعني إشارة ليه على التركيز اللي قادر يحافظ عليه لاعبو منتخب جنوب إفريقيا، ودي من المؤشرات برضو أعتقد إن اللاعبين لما بيكونوا عندهم قدرة إن هم يكونوا بيركزوا على مدار 90 دقيقة، دي كمان من النقاط أكيد الكابتن شوقي الغريب هيكون بيبص لها، وأكيد هيكون بيتابع كل مباريات منتخب جنوب إفريقيا على مدار الثلاث مباريات اللي خاضوهم في دور المجموعات، وأكيد ممكن مباريات سابقة خاضها المنتخب. إن شاء الله نقدر نعبر عقبة منتخب جنوب إفريقيا. البعض بيشير إن هو كان منتخب قوي، وكان في بعض الأرقام بتشير إلا إن هو من أفضل المنتخبات اللي سددت على المرمى، أكتر منتخبات اللي سددت أون تارجت، فده كمان بيخلينا نبقى عاملين واخدين حذرنا بشكل أكبر من منتخب جنوب إفريقيا بإذن الله نكون موفقين. الاستعدادات الخاصة بالنسبة للجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي علشان يخوض هذا اللقاء المهم المرتقب، ده اللي معانا في خبرنا الثالث. النهارده ان شاء الله هيكون انطلاقه لاستعدادات وخوض التدريبات الخاصه بجهاز الفني للكابتن شوقي غريب ولاعبيه علشان يكونوا بيخوضوا المباراه القادمه في المربع الذهبي. وبيعقد الكابتن شوقي غريب اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الساعه 8 مساء اليوم علشان يتكلم معاهم عن المرحله اللي جايه والاستعداد ليها، خاصه وان هي هتكون الاصعب في ظل المنافسه الشرسه جدا بين المنتخبات الاربعه المتاهله الى المربع الذهبي. وكان الكابتن شوقي غريب اكد ان هو هيطلب من اللاعبين ان هم يقفلوا خالص صفحة المباريات اللي فاتت، لأن المنتخب لسه ما حققش أهم حاجة بالنسبة له وهي إن هو يوصل لأولمبياد طوكيو 2020، على أن يبدأ التركيز فورا في المباريات اللي جاية لحسم حلم التأهل، كما سيبدأ الجهاز الفني دراسة الفريق المنافس علشان يحط خطة اللعب المناسبة وتحقيق الفوز والتأهل بإذن الله للمباراة النهائية. منتخب محترم، منتخب يستاهل كل الدعم من أول مباراة خضها، حتى ولو كان الأداء ما كانش لسه الناس أو محللين شايفين أنه هو الأداء الأمثل، ولكن خلاك تركز معه، إداك إشارة أن هنا في منتخب حاسس بالهدف، شايف طموح الجماهير، عارف يعني إيه مسؤولية منتخب مصر، عارف يعني إيه اسم وسمعة الكرة المصرية داخل القارة السمراء. الطريق إلى طوكيو 2020 نستاهل إن احنا نشوف المنتخب دوت موجود وبكل عناصره. والحاجات المطمئنة إن البعض كان خايف إن هيكون في حد من اللاعبين دولت أو من القوام الأساسي لمنتخبنا هيكون عدى سن ال 23 ومش هيكون بيشارك، فالحمد لله أكبر لاعبينا هو رمضان صبحي وهيكون قادر يشارك في هذه النسخة من الأولمبيكس بإذن الله نتأهل إليها، ونشوف المجموعة ديت بيصطحبوا معاهم ثلاثة من نجوم منتخبنا الأول لكرة القدم، ونشوف مشاركة مش بس من أجل المشاركة، مشاركة من أجل تشريف اسم كرة القدم المصرية اللي هي اوريدي بقت لامعة جدا في سماء كرة القدم العالمية. فبالتالي لما احنا نكون بنطمح مشاركتنا في المحافل الدولية تحت اسم كرة القدم يكون مش مجرد مشاركة وخلاص، لا احنا معانا حق كجماهير وكناس بتحب الكرة وكناس بتحب بلدها، لا بقى من المنطقي جدا ان احنا نشوف كرة حلوة بيقدمها اللاعبين دولت اللي دلوقتي قيمتهم التسويقية بقت عالية جدا، عندهم امكانيات كتيرة جدا، عندهم دعم جماهيري، عندهم جمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، عندهم ابسط الحاجات اللي بيعملوها بياخدوا عليها إشادة كبيرة جدا. فبالتالي لما نطلب منهم تدونا مقابل كل الدعم دوت احنا بنطلب طلب مشروع بشكل كبير جدا. عمره ما خذل جماهير برشلونة، ولكن جماهير الأرجنتين في بعض الأحيان ما كانش هو بالنسبة لهم الحالة بتاعت مارادونا. ليونيل ميسي بيرد على منافسه وغريمه التقليدي منتخب البرازيل في مباراة تابعناها امبارح، ده اللي معانا في خبرنا الرابع. فقاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده للفوز على البرازيل في كأس السوبر كلاسيكو بهدف مقابل لا شيء امبارح على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض. هدف المباراة الوحيد سجله ميسي بعد مرور 14 دقيقة فقط على بداية اللقاء ليثأر لمنتخب التانجو من خسارة الكأس نفسه أمام البرازيل في جدة قبل نحو عام. واحتفل لاعبي منتخب الأرجنتين بكأس الكلاسيكو السعودي بعد التغلب على منتخب البرازيل، وتسلم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين كاس سوبر كلاسيكو في النسخة الثانية واللي بتستضيفها مدينة الرياض. مباراة أكيد كانت ممتعة بالنسبة لكل الجماهير السعودية، وأعتقد كمان جماهير كتير مصرية وجاليات من العرب مختلفة كانت متواجدة داخل المدرجات لمتابعة عدد كبير جدا من نجوم العالم في كرة القدم بيتنافسوا، وبتبقى دايما المنافسة ما بين ليونيل ميسي وأي لاعب
في منتخب البرازيل ممكن تبص عليها، ولكن المنافسه ما بين المدرستين الارجنتينيه والبرازيليه هي منافسه شرسه جدا على مدار التاريخ، واي حد كان موجود في كاس العالم كان اكيد هيتابع الهتافات دايما بتكون ما بين جماهير المنتخبين قبل اي مباراه، حتى لو ما فيهاش الطرفين بيتنافسوا، ولكن جماهير الارجنتين لوحدها هي على طول بتعمل هتافات مضاده لمنتخب البرازيل، والعكس كمان صحيح. فليونيل ميسي قدر يفرح امبارح جماهير الارجنتين بشكل ما. طيب مين مفرحنا دايما ورياضات كتيره جدا شايفينها في الفتره ديت بتلمع في سماء الذهب، يعني دلوقتي الذهب بالنسبه لنا سواء في رياضات جماعيه او فرديه بقى جايزه معتاده بالنسبه لابطالنا في رياضات مختلفه، ابرزها طبعا وعلى مدار سنوات كتيره جدا هي الاسكواش. الاسكواش حدث ولا حرج عن ابطال من طراز عالمي، ابطال على صعيد السيدات وعلى صعيد الرجال وعلى صعيد الناشئين والناشئات. الاسكواش دايما بيفرحنا وبيشرفنا، لا وكمان قادر يعمل ارقام قياسيه مش بس في لعبته بل على مستوى العالم كله، ده اللي معانا في خبرنا الخامس. فتوج البطل المصري طارق مؤمن لاعب الجزيره والمصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش ببطوله العالم الفرديه واللي انطلقت في الدوحه 8 نوفمبر الجاري بقيمه جوائز ماديه بتصل الى 355,000 دولار، وذلك للمره الاولى في تاريخه والرابعه على التوالي لمصر. وفاز مؤمن في مباراه الدور النهائي على منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الخامس عالميا بثلاث اشواط نظيفه في مباراه استغرقت 39 دقيقه، وجت نتائج الاشواط على النحو التالي 11-8 11-3 11-4. وبتعتبر هذه النسخة الرابعة على التوالي اللي توج بيها لاعب مصري، وكان كريم عبد الجواد لاعب النادي الأهلي قد توج باللقب في عام 2016، كمان توج محمد الشرباجي ببطولة العالم في العام التالي 2017، وحصد علي فرج لقب النسخة اللي فاتت. وبيذكر أن بطولة السيدات كانت قد أقيمت حتى الأول من نوفمبر الجاري تحت سفح الأهرامات، وكنا أكيد بنتابع نتائجها بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 430,000 دولار أكتر من الرجال، وتوجت بها البطلة المصرية نور الشربيني للعام الثاني على التوالي والرابع في تاريخها. وبذلك بتحتفظ مصر بلقب بطولة العالم للسكواش للرجال وكمان السيدات للعام الرابع على التوالي، وجت الأعوام الثلاثة السابقة على النحو التالي: في موسم 2016 نور الشربيني وكريم عبد الجواد، وفي موسم 2017 رنيم الوليلي ومحمد الشرباجي، أما في موسم 2018 نور الشربيني وعلي فرج، وفي موسم 2019 نور الشربيني وطارق مؤمن. إيه الملفت هنا وإيه اللي بنتكلم فيه؟ إن هو حاجة وإنجاز مش بس على صعيد الاسكواش بل على صعيد كل الرياضات. طارق مؤمن متزوج من رنيم الوليلي، الاثنين حاجه يعني تشرف في الاسكواش وحاجه تاريخ عبقري جدا. ده مشهد من احتفال رنيم الوليلي بطله العالم ومصنفه الاولى على العالم مع زوجها طارق مؤمن بحصده للقب بطل العالم للاسكواش، وده اول مره في تاريخ كل الرياضات في العالم مش بس في الاسكواش، في تاريخ الرياضات كلها ان زوج وزوجه يحصدوا لقب بطل العالم في رياضه واحده. فدي مشاهد ممتعه جدا ان انت تتفرج عليها وتقف وتقول ان اللاعب المصري قادر ان هو يصنع تاريخ، قادر ان هو يعمل ارقام قياسيه، قادر ان هو يكسر حاجه اسمها مستحيل. ده اللي احنا شايفينه على مدار متابعتنا للابطال والبطلات المصريين والمصريات في كل مشاركاتهم في المحافل الدوليه. أكيد حابين نبارك لأبطالنا وبطلاتنا في كل الرياضات، وطبعا الاسكواش اللي دلوقتي هو واخد الأصداء وواخد متصدر أخبار الصحف بالنسبة لكل متابعين الاسكواش ومتابعين الإنجازات الرياضية. فألف مبروك أكيد لطارق مؤمن ومبروك لزوجته إن هم قدروا إن هم يدخلوا كده التاريخ بلقب مميز جدا ومشرف جدا. كده نكون خلصنا التوب 5، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو المنشطات ومتابعتنا لرياضات كتير جدا لاعبيها بيقعوا في فخ المنشطات، وممكن كمان تسفر عن خروج رياضات خالص من حسابات الأولمبيكس وتابعناها في الفترة اللي فاتت وتحديدا في رفع الأثقال. إزاي ممكن لاعبينا يتفادوا العينات اللي بتكون إيجابية في المنشطات، خصوصا إن احنا عارفين إن بيبقى في متابعة عن قرب من توعيه المفروض تكون بتقوم بها الاتحادات المحليه علشان ما يكونش بيقع لاعبينا في فخ المنشطات، ما تكونش بتاثر بشكل سلبي على سمعه مصر من تناول لاعبيها للمنشطات. ازاي نقدر نعالج الموضوع دوت؟ دكتور اسامه غنيم مدير الوكاله الوطنيه لمكافحه المنشطات هيكون معانا بعد هذا الفاصل، نقرب اكتر ازاي نقدر نحل هذه الازمه وهل هي في تزايد ولا قادرين نسيطر عليها. بعد هذا الفاصل خليكم معانا.
بيكمل طبعا الحاله اللي ممكن تشوف فيها الرياضيين بتوعنا بيأدوا بشكل جيد، هي الحاله الطبيه، ان هم يكونوا بيتمرنوا كويس، بياكلوا كويس، محافظين على نفسهم بشكل كويس. بعض المعتقدات كنا بنتابعها على مدار سنين كتيره جدا هي ان انت ممكن تكون بتاخد مكملات غذائيه او ممكن نقول عليها منشطات، فاكر ان هي ممكن هتكون بتفيدك، ولكن هي ممكن على اللونج ران تكون بتضرك بشكل كبير جدا، وكمان على الشورت ران. ومع تطور كبير جدا في التحاليل اللي بقت بتعملها كل المؤسسات اللي مسؤوله عن بطولات، بقت بتصفر عن لاعبين ونجوم وابطال كتيره جدا بيتوقفوا عن مشاركه وعن ممارسه رياضات كتيره جدا هم كانوا ممكن لو اعتمدوا على قوتهم فقط بدون تناول لاي منشطات كانت هتبقى النتيجه افضل واحسن ليهم. اضرار المنشطات ممكن ازاي نقدر نسيطر عليها، ازاي نعوض المنشطات ديت، وازاي بتفيد اللاعب حتى لو بتديله طاقه، طب ايه ممكن بديل طبيعي من غير ما ياثر عليه بشكل سلبي نستفيد بيه واللاعب برضو يحصل على نتيجه جيده. نقاط كتيره جدا شائكه بجانب موضوع المنشطات او في داخله هنناقشها مع دكتور اسامه غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. سعيده بوجود حضرتك جدا يا دكتور. ربنا يخليكي، وانا سعيد ببرنامج حضرتك وبالساده المشاهدين معانا في نفس البرنامج. طيب الموضوع بالنسبه لي انترستنج جدا، بس حابه اسال حضرتك، اكيد على مدار سنين كتير جدا حضرتك موجود في هذا المجال، الموضوع تصاعدي ولا مع حملات توعيه شايفينها بقت كتيره جدا للرياضيين وشايفين الاثار السلبيه لتناول المنشطات وازاي بتاثر سلبيا على الكارير بتاعهم، الموضوع المفروض ان هو يكون بيهدى؟ تعالي الاول اسال انا حضرتك في حاجه، انت حضرتك تقصدي تصاعدي في عدد الحالات ولا تصاعدي في انتشاره اعلاميا؟ لا في عدد الحالات. اللاعبين عندهم الوعي ولا لسه؟ لا عدد الحالات ما هياش تصاعديه، احنا ماشيين حسب النسبه العالميه حوالي 1.5% من نسبه عدد الحالات اللي احنا بنسحبها. بالنسبه لاعلاميا طبعا في حاله تصاعديه دلوقتي، وانا حاسس ان في حركه دلوقتي وحراك غير عادي من جهه الاعلام، واحنا طبعا بشكر الاعلام تماما في الموضوع ده، لان هو النهارده بيساعدنا في ان احنا نوصل معلومه كويسه ومعلومه صح للرياضيين ومن هم حول الرياضيين، سواء اذا كانت اجهزه اداريه فنيه طبيه رؤساء اتحادات حتى اولياء الامور، يهمنا النهارده ان هم يسمعوا راينا طبعا. لان الموضوع ده موضوع مهم جدا، خاصه ان في بعض الالعاب الرياضيه اولياء الامور بتدي منشطات لاولادها، فالحقيقه دي عمليه خطيره جدا، واحنا طبعا كمنظمه مصريه بنشكر الاعلام لانه بدا النهارده يفتح مدارك كتيره جدا ويفتح الطرق ويعني بيخلي الناس كلها بدات تنتبه ان في حاجه غلط مش موجوده. حضرتك كنت تفضلتي في البدايه وقلتي المنشطات والمكملات الغذائيه. لازم افرق بين مكمل غذائي وبين ماده منشطه. الماده المنشطه اولا هو الاسم مش صح، الاسم الصح هو المواد المحظوره في عالم الرياضه. ماشي. لان مش كل المواد اللي هي بياخدها اللاعب بتؤدي الى زياده الاداء البدني بتاعه. يعني في ماده تزود الاداء البدني، في ماده تنزل ميه من الجسم، في ماده اخرى تزود حجم العضلات الى اخره. في غير جنب العقاقير اللي هو بياخدها اللاعب في وسائل زي التنشيط بنقل الدم، ما هواش عقاقير ولكن احنا بننقل الدم من لاعب للاعب او من لاعب لنفسه وهكذا. طب دي التحاليل بتبين النوع ولا لسه بقى؟ لا يا فندم، احنا وصلنا الى مرحله من التقدم العلمي ان احنا بنجيب اي ماده محظوره دخلت جسم اللاعب او اي وسيله حاول يستخدمها اللاعب في ان هو يغش او ان هو يتنشط بيها. احنا النهارده بندور في قائمه المحظورات على حوالي 360 عنصر ب 16,000 اسم كيماوي. الرياضي فاهم النهارده ان هو لما بياخد ماده او بيتنشط بوسيله ان دي مش هتبان. الحقيقه ده كلام مش صح. لما احنا بنقعد مع اولادنا الرياضيين ومع الاجهزه الفنيه للفرق الرياضيه بالنسبه للمنتخبات او الانديه بنوصل لهم المعلومه دي. على سبيل المثال بيبقى في ماده هرمون، الماده الهرمون دول هم بيبقوا فاهمين انها بتقعد في الجسم حوالي 3 شهور. فاللاعب بيروح جاي ياخد الهرمون ده لمده 3 شهور ويجي قبل البطوله بيبطل ان هو ياخدها. للاسف مثلا الهرمون ده بيقعد 9 شهور. وانا ما اعرفش اذا كان مسموح ان احنا نقول اسماء الهرمونات دي ولا مش مسموح عندكم هنا علشان موضوع الاعلانات. لو هي يعني ادويه او عقاقير فبلاش، يعني لو هي ما هو انت كنت عايزه توصلي معلومه صح، المفروض يتقال اسم لكن مش مشكله. خلينا نقول ان المواد اللي هي الهرمونيه في منها انواع بتقعد 6 بس. هسال حضرتك حاجه بغض النظر، هو اي حد بياخد ادويه او منشطات او ايا كان مسمى بتاعه هو عارف، يعني هو عارف ان الهرمون دوت هو بياخده ليه. أيوة فهي طبعاً. التوعيه فيه لاضراره اكتر من هي اسمائه، لان اللي بيضر اللي بيضر او اللي ممنوع اكيد كل الرياضيين عارفين وعارفين يقدروا ياخدوا ايه وما يبقاش مدرك تحت ان هو منشطات.
بصي كل الرياضيين وكل المدربين عارفين تماما بالظبط قواعد امتى ياخدها وامتى يمنحها ولما يجي يحب ياخد ادويه علشان عايز يزود الاداء البدني بتاعه ان هو عايز ياخد ادويه بيتحايل بيها على ان هو مريض ويجيب شهاده مرضيه كل الكلام ده عندنا هم عارفين طبعا عارفينه واحنا عندنا له المقابل له الكود الدولي او القانون الدولي بالنسبه لمكافحه المنشطات كود قوي جدا وصارم وحازم الوكاله الدوليه الحقيقه حاطه قواعد بشكلها عبارة عن كود دولي 2015 والمعايير الدولية الستة اللي موجودة عندنا مفيش لاعب يقدر يخرج عنها وإحنا نفسنا كمنظمة وطنية أو كاتحادات محلية أو اتحادات دولية أو لجنة أولمبية وطنية أو غيره محدش يقدر يخرج عن إطار الكود الدولي أو الاتفاقية الدولية أو المعايير الدولية. طيب هسأل حضرتك سؤال، هل في أي حاجة ممكن رياضي متناول منشطات ياخدها تبطل مفعولها بالنسبه للناس اللي بتحلله ما تبين لهمش بس في نفس الوقت ما تبطلش نتيجتها بالنسبه له ان هي تديله نفس النشاط؟ طبعا في ولكن بتكتشف برضو ايوه بتكتشف على سبيل المثال بيبقى في نوع من انواع المدره للبول النوع لو هو بياخد مدره للبول بس عشان ينزل وزنه دي بياخد فيها عقاب سنتين ولكن لو اكتشف ان هو واخدها عشان يخفي بيها اثر هرمون ياخد 4 سنين اللي هي عقوبة. عن العقاب يعني العقاب بيختلف لو طبعًا. هو كمان تبقى عمل حاجه تريك كل ماده لها العقوبه بتاعتها فزي ما بقول لحضرتك احنا عندنا مدر البول سنتين ولكن لو مدر البول علشان يخفي بيه اثر هرمون ياخد فيها 4 سنين ايقاف الكود الدولي صارم بشكل غير عادي وما بيسيبش اي ثغره عندنا الا لما بيتناولها وبيحلها بحيث ان ما يبقاش النهارده لا اللاعب مظلوم ولا اللاعب يعني احنا جينا عليه ما دام اخذ حاجه واحنا عندنا في حاجه اسمها الستريكت لايبيليتي برينسبل او مبدا الصرامه اللاعب مسؤول عن كل ما يدخل جوفه من اكل وشرب وعلاج فاذا اللاعب النهارده لو اخذ مكمل غذائي ملوث بهرمونات فهو مسؤول عن نفسه لو اخذ بعض من انواع اللحوم اللي هي ملوثه بالهرمونات البرازيلية فهو مسؤول اللي عن نفسه يعني في منها برازيليه وفي منها مصريه الحقيقه طيب لو اللاعب النهارده اخذ دواء حتى لانه عيان وما عملش عذر مرضي فهو مسؤول عن نفسه على سبيل المثال بعض الرياضيين بيبقى عندهم مرض السكر اللي هو النوع الاولاني ومن حقه ان هو ياخد علاج له فلو اخذش لو اخذ العلاج ومن غير ما يعمل شهاده عذر مرضي ووجد هذا العلاج في التحليل يتم ايقاف اللاعب لمده سنتين لازم يعمل عذر مرضي وهو لو كان يعني بيحب بعد ساعات بيبقى فيها نوع من الجهل شويه ولكن احنا عندنا ما فيش حاجه اسمها جهل طب مرض الغده كمان نعم مرض الغده لا الغده لا مش موجود مش موجود لا مش موجود طيب حابه اسال حضرتك عن هل في نوع معين من المنشطات بيعتمد عليه اللاعبين بشكل اكتر مقارنه بحاجات تانية؟ بصي هي بقت عصور يعني في عصر الاولاني خالص من في اول 1886 كانوا بيعتمدوا على مواد معينه وبعدين بتتغير حاليا دلوقتي الاعتماد كله على الهرمونات والهرمونات الذكريه بشكل عام دلوقتي موجوده في اغلب الالعاب لان هي اللي بتدي ايه نفخه العضلات اللي موجوده دي ودي بيحتاجوها لاعيبه رفع الاثقال وكمال الاجسام والمصارعه والملاكمه والى اخره والعاب القوه السباحه فبيعتمدوا على الهرمونات الحقيقه دي اغلب الحالات اللي هي بتظهر عندنا دلوقتي كحالات ايجابيه نتيجه تعاطيهم الهرمونات اما بشكل مباشر او ان هم بيتعاطوا مكملات غذائيه وهذه المكملات الغذائيه ملوثه بهرمونات الذكريه اللي هو هرمون التستوستيرون طيب انا عايز اسال حضرتك هل ممكن اللعيب يوصل للنتيجه العالميه ديت ما يكونش بيتناول خالص اي منشطات يعني أكيد لما طبعًا. بنشوف لاعبين عندهم قوه جسمانيه كده مفرطه مقارنة بأي منافس ليه ولا ممكن ساعات برضه هم بيكونوا بيتحايلوا على موضوع التحاليل دوت بطريقة ما تعالي كده من وجهة نظرك يعني. نشوف أولادنا لما بيجي يقولوا لي إيه لا ده كل لعيبة اللعبة الفلانية في العالم بياخدوا منشطات بالزبط. كويس اللاعب اللي أخد منشطات ده وأنت متأكد إنه أخدها أخد ميدالية ذهب أخد ميدالية ذهب تم التحليل له تم التحليل والعينة يقول لي سلبية إذا الكلام اللي أنت بتقوله ده كلام مش صح ليه؟ لأن المعامل النهاردة احنا عندنا 31 معمل في 28 دولة على مستوى العالم المعامل دي على مستوى من الرقي والتقدم العلمي مذهل والوكالة الدولية بتبقى معاهم باستمرار يعني احنا حاليا دلوقتي عندنا معملين موقوفين معمل أتينا اللي هو كان بيحلل دورة أتينا 2004 ومعمل نيودلهي في الهند الوكالة الدولية ما بترحمش حد أبدا في المعامل باستمرار تفتيش باستمرار فحص الاجهزه باستمرار بتبعت عينات ايه اللي ممكن يقفل وكاله مكافحه المنشطات لا مش وكاله مكافحه انا بتكلم على معمل مكافحه المنشطات ان يبقى بيطلع نتائج لصالح اللاعب لا ما يطلعش بص المعمل لا يمكن يطلع نتيجه لصالح اللاعب لانه ما يعرفش مين هو اللاعب العينه بتروح للمعمل برقم كودي وليس باسم لاعب تمام وبالتالي المعمل ما يعرفش اي حاجه عن العينه اللي قدامه الا بالرقم الكودي اللي جاله ماشي وهذا الرقم يتم تغييره تاني مره تانيه في المعمل لرقم كودي اخر خاص بالمعمل
وبالتالي الفني اللي بيشتغل على العينه ما عندوش فكره دي جايه منين ولا لمين ولا اي حاجه، وكل اللي بيعرفه عنها ان دي عينه يورين او بول، ودي ميل او فيميل، ولد او بنت. ليه؟ عشان موضوع الهرمونات الانثويه زياده ولا اقل بالظبط. وبالتالي هو ما يعرفش مين. اول ما بتطلع النتيجه، في عندنا برنامج اسمه برنامج ادمز على الكمبيوتر. النتيجه دي بتظهر في ثلاث جهات، في الوكاله الدوليه لمكافحه المشطات، الاتحاد الدولي، والمنظمه الوطنيه في اي دوله من دول العالم. وبالتالي ما حدش يقدر يقول ايه ده لعبوا في النتيجه، ده هم كانوا يعرفوا اللعب. الكلام ده غير وارد بالمره. ايوه انا قصدي ايه اللي يخلي معمل يغلق حتى عشان احنا في حاجات كتير. ده ممكن اجراءات اداريه يتقفل فيها المعمل، ممكن ان المعمل يبقاش عنده جهاز اللي هو الاي ار ام اس اللي هو بيشوف الهرمون التستوستيرون ده بيبقى داخلي المنشا او خارج المنشا. لو ما عندوش الجهاز ده بيقفل بيها المعمل زي ما عمل غير لائق، يعني ان هو يكون بيخرج نتائج بيبقى في خطا بسيط. بعدين احنا النهارده احنا احدى الدول ال 14 على مستوى العالم اللي بنختبر معالم، فبيجي لنا احنا عينات معلومه الماده احنا بنعيد بيها اختبار معمل من المعامل في الدول في من 31 معمل الموجودين طبقا للي بتعطوا لنا الوكاله الدوليه لمكافحه المشكلات. فاحنا بنبعت العينه، المعمل يحللها، لو طلعت المادة دي مختلفة عن المادة اللي حطاها الوادة يتم غلق المعمل. هو بيتم إيقافه الأول 6 شهور، في 6 شهور ولو ما صلحش وضعه بيتم شطبه. طيب نتكلم عن واحد من أبرز المنشطات اللي بيكون بياخدها رياضيين وناس بشكل عام، وهي العقاقير أو البيلز، منتشرة بشكل كبير جدا وما بين كمان الرياضيين. حابة أعرف مفعولها بيستمر لمده قد ايه واضرارها بقى على اللونج. مش بالضروره انها تبقى بيلز بس، ممكن تبقى بيلز، ممكن تبقى باودر، ممكن تبقى انجكشن حقن. بيعملوها بطريقه، بيصرفوها بطريقه مختلفه. لا لا هي بتنزل كده مختلفه. اوكي يعني الهرمونات ما عنديش فكره. لا معلش معلش، يعني الهرمونات بتنزل باشكال كثيره جدا، تنزل على شكل حقن، بتنزل على شكل حبوب، بتنزل على شكل باودر. اللي انا بتكلم عليها ديت هي هرمونات؟ ايوه طبعا. واخد بالك؟ ممكن المكمل الغذائي اللي جاي من بره، اللي اللاعب هنا يقول لك ايه ده انا شاريها من امريكا، هي امريكا اللي بتعمل عمليه التلويث، والكلام ده على لسان اف دي اي الامريكيه. عندنا 66% من المكملات الغذائيه على مستوى العالم تم تلويثها بهرمون التستوستيرون الذكر. يعني لو حطينا قدامنا دلوقتي 100 عبوه فيهم 66 ملوثه و34 ما فيهاش تلويث. تعرفي مين فيهم الملوث ومين فيهم مش ملوث؟ مش هتعرفي، لانه ما بيكتبش على الليبل من بره ان فيها هرمون. طيب هتعاطف شويه مع الرياضي. كويس. الموضوع معقد جدا، هو حتى اللحمه اللي بيروح ياكلها قاعد في مطعم او مامته راحت جابتها من سوبر ماركت طبختها، هو المفروض يقعد بقى يعيش ازاي؟ لا 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 مش ازاي؟ لا لا مش بالشكل السيء قوي كده. طيب قول لنا حضرتك، هي دي بيتم شراها من الاماكن مش عارف فين وتحت ايه، وخصوصا الكبده بالذات، وانت عارفه بعض ساعات في ناس بتبيع سندوتش الكبده ب 2 جنيه في رغيف عيش بس ب 2 جنيه يبقى الكبده اللي جواها شكلها ايه؟ واحنا كمنظمه وطنيه ابتدينا دلوقتي نجيب ننزل نشتري الكبده دي من اماكن معينه وبنحللها وبنجد فيها هرمون فعلا. واخد بالك؟ عشان احنا نحذر اولادنا بلاش من الحته الفلانيه. كل اللحوم المصنعه احنا بنبعد الاولاد عنها، الفاست فودز كلها بنقول لهم ابعدوا عنها. ولكن الحقيقه انت عارفه الرياضي برضو بيبقى طالع من التمرين جعان، وانا مش عايز اقول كلمه كده يعني مش كويسه، بيجري عايز اي حته يشتري منها، عربيه في الشارع، واحد واقف مش عارف بيعمل ايه، دي هنا المشكله. فبياخد الكبده او الماده اللي هو بياخدها اللي هي المصنعه دي وبيبقى فيها الهرمون، لان الهرمون ده ما بيموتش لا بالغليان ولا بيموت بالطبخ. فبيتنقل للرياضي نيجي نفحصه يطلع عنده الهرمون. الحمد لله احنا بقى لنا حوالي سنه تقريبا ما ظهرتش عندنا حالات الهرمونات بالنسبه للحوم. احنا كان عندنا 6 عينات وانتهت، وتم رفع كمان الايقاف عن الرياضيين لما احنا تقدمنا بالتماس للوكاله الدوليه وقلنا ان الموضوع ده خارج عن اراده الرياضيين، واثبتنا ان هو موجود والرياضي مالوش دخل فيها. دي الحقيقه. بالنسبه للمكمل الغذائي لا، انا بقى في الحاله دي بقول ان اللاعب مسؤول عنه. انت عارف النهارده ان المكمل اللي هتشتريه ده ممكن يبقى ملوث ممكن يبقاش ملوث، بنسبه 66% انت المكمل ده ملوث مفيش داعي تشتريه. الولاد النهارده بتنزل على المحلات اللي هي بتبيع المكملات دي بشكل يعني مجنون بصراحه، يعني موجود في الصيدليات، موجوده في الانديه الصحيه او الجيم الموجوده العلب الكبيره دي. وكمان خدي بالك من حاجه، ان في ناس قاعده تستنى العبوات دي اول ما تفضى تروح عاملاها تحت السلم، تحط ايه؟ بودرة سيراميك، بودرة تلج، ممكن تحط سبيداج، ممكن تحط جير مطفي، الكلام ده كله ممكن يؤدي. ده بيعمل ايه ده في البني ادم؟ ده بيدمر، بيؤدي الى سرطان ان لم يكن قد يؤدي الى الوفاه لو في مواد تانية اخرى مسمومه ولا حاجه. فعشان كده بنقول لهم من فضلكم بلاش بلاش خالص ناخد اي مكمل غذائي خالص. يعني حضرتك تماما انا ضد هذا المبدا، اللي هو البروتين اللي هو بيبقى براند معين. بلاش اسمع، عشان خد بالك دي ممكن لا تبقى لا بروتين، ما انا ما قلتش هو ايه بروتين. بس ده مثلا رافضين هذا المبدا احنا كلنا، ان هو يبقى بيحصل عليه من خلال الاكل اللي هو جواه زي بقى اللحوم. عندك البروتينات الحيوانيه كلها، اللحوم والاسماك والفرخ. بس احنا المشكله ايه؟ احنا اولا بندور على
السرعه، مش عايز انا اتدرب بشكل كويس. الحاجه الثانيه ان لما بيبقى البروتين ده ملوث بهرمون تستوستيرون فبيدي نتيجه اسرع من الطبيعي، فعشان كده كله بيجري عليها والشركات عارفه كده، فبيتم التلويث عمدا. وعشان بنقول ايه؟ بنقول ده ملوثه عمدا، ابعد لو سمحت عن المكمل الغذائي. مستر ديفيد هومان اللي هو مدير لجنه النزاهه في الاتحاد الدولي لألعاب القوى طلع بيان من كام يوم كده وقال لولاد لكل الرياضيين في العالم مش اصل ألعاب القوى بالذات، قال لهم ابعدوا عن المكملات الغذائيه. قال نفس الكلام اللي احنا بنقوله هنا في مصر من 3 سنين أو 4 سنين. المكملات كلها خطر على صحتكم، المكملات كلها محتويه على هرمون التستوستيرون، المكملات قد تؤدي الى ايقاف اللاعب 4 سنين او شطبه اذا كانت الايه العينه الثانيه. من فضلكم ابعدوا عن الكلام ده. طبعا هو لازالت النهارده الفكر بتاع الرياضي المصري والفكر بتاع المدرب المصري لو مش هياخد مكمل غذائي مش هيربي عضلات، مش هيكسب، مش هيصل الى مرحله الايه العلو. استسهال، هي فعلا استسهال زي ما حضرتك بتقول. والله هو استسهال، واقدر اقول حاجه تانية ان برضه فيها نوع من الجهل شويه وعدم الثقافه. يعني يمكن هو لو قرا وعرف مظهرها وعرف مشاكلها. طب تعالي النهارده حضرتك كنت بتتكلمي على السكواش قبل قبل انا ما اطلع على الهواء. ليه السكواش عندنا في مصر عدد الحالات الايجابيه فيه صفر؟ ليه؟ عشان لو احنا بصينا للولاد دي كلها اي بالظبط كده هو المستوى التعليمي، فطول النهار هو بيخش على نت وبيبدا يقرا يعرف مشاكلها ايه. حتى لو حب يشتري علبه وهو موجود في امريكا تلاقيه بيتصل بينا، انا هشتري كذا كذا كذا، نقول له ما تشتريش ما يشتريش. انا هنا حد عرض عليا الدواء الفلاني وبعت لنا صورته على الواتس، نقول له ما تشتريش، لا ده مسموح ان انت تاخده. بيتواصلوا معاك على كل الرياضيين على فكره، بيتواصلوا معانا، يا اما بيتواصلوا علشان يسالوا على انواع الادويه، يا اما بيتواصلوا معانا لان في مشاكل لبعض الرياضيين اللي لهم بيبقى لهم بروفايل على البرنامج الادمز ويبقى في مشكله في الباسورد ممكن تقفل عليه، فبيضطر ان هو يجي لنا المنظمه واحنا بنرجع نفتح له تاني الباسورد. ليه؟ لان احنا متواصلين بصفه مستمره مع الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات. والاهم من كده النهارده بدات دلوقتي الرياضيين اللي هم عندهم مرض ومحتاج انه ياخد علاج ضروري يجي لنا عشان نطلع له العذر المرضي. لان العذر المرضي ده شيء مهم جدا للرياضي، ولازم نفهمه ان العذر المرضي ما هواش الروشته اللي انت بتجيبها من الدكتور. يعني تيجي النهارده تسالي لاعب وانت بتاخدي منه عينه، انت بتاخد ايه؟ يقول لك بقى الدواء الفلاني كذا كذا كذا. طب انت معاك عذر مرضي؟ اه معايا عذر مرضي. ويطلع لك روشته الدكتور، لا دي مش عذر مرضي، وبالتالي يتم تحاليل بالنسبه لحضرتك. لا هو لازم يجي لنا، احنا عندنا برنامج اسمه برنامج الاعذار المرضيه او ثيرابيوتيك يوز اكزامشن. البرنامج ده احنا بنوافق عليه وبعدين نبعته للوكاله الدوليه، ممكن الوكاله الدوليه ترفضه لانه بيبقى ناقص مثلا تحاليل، ناقص قياسات، ناقص اي حاجه. انت عندك مثلا لعبه زي السباحه النهارده اغلب الاولاد عندها مشكله بالصدر، اللي عنده ربو، اللي عنده ازمه شعبيه، طبعا كانوا بياخدوا مواد لا حصر لها كلها ممنوعه. لما ابتدينا احنا ننزل بقوه في وسط الرياضيين الكلام ده كله بدا ان هم يجيبوا لنا الورق بتاعهم، لازم تعمل قياس تنفس، لازم تعمل اشعه صدر، لازم تجيب لنا العلاج بتاعك في مده قبل كده بمده طويله، وحاليا الكلام ده كله احنا بنوافق عليه، بنبعته للوكاله الدوليه تقول انا موافق عليه او ترفضه، ولو رفضته ما بترفضوش يعني رفض كده، لا لانه ناقص كذا وكذا وكذا، فبنطلب من الرياضي انه يستكمل هذا الكلام. طيب احنا دلوقتي على اعتاب طوكيو 2020 تمام. ومن الرياضات المهمه جدا بالنسبه لنا مطمنين كده لما بيكون ضمن بعثتنا رفع الاثقال. تمام. رفع الاثقال والمنشطات قصه لا تنتهي. طيب تعالي نبدا من اول 2016. في 2016 كان في تجمع للاعبي رفع الاثقال في الفيوم، فكان عدد الموجودين في المعسكر 37، خدنا 37 حاله. طلع منهم عينتين اتنين فقط ايجابي هرمونات وال 35 سلبي. بعدها تقريبا بشهر كان في بطوله افريقيا هنا مقامه في القاهره، فالاتحاد الدولي لم يفوضنا احنا عشان نسحب العينات، ولكن جه هو بنفسه سحب 12 عينه طلع فيهم 7 ايجابي والسبعه ماده واحده. فهنا في كلام كبير قوي. وانا الحقيقه بعد اذن حضرتك انا برضو بشكر الاستاذ ايمن بدر رئيس تحرير اخبار الرياضه، لانه امبارح كان كاتب مقاله في منتهى القوه وقال ان في حاجه بتحصل ان يتحط ماده واحده للولاد في مكمل غذائي، دي عمليه خطيره. يعني يبقى في حد بيلف يعني النهارده لما كنا احنا بنلعب كلنا رفع اثقال كل واحد فينا هياخد ماده على مزاجه، لكن لما يبقى السبعه نفس الماده فدي عمليه خطيره. تم ايقاف اللاعبين 4 سنين تمام من 2016. ولتم هو كان في مشكله بالنسبه لمحمد ايهاب ان هو اللي بقى ممنوع خالص ان اللاعبين المصريين لا لسه هكملك ده لسه فيهم فتم ايقاف الاتحاد تم ايقاف اللاعبين 4 سنوات. الاتحاد الدولي فاق بعد حوالي 3 سنين في قرار غريب الشأن انه طلع قرار بايقاف الاتحاد المصري سنتين وغرامه 200,000 دولار. المفترض ان انا لما اجي اطلع عقوبه بطلع عقوبه للاعبين
ولا الاتحاد في قرار واحد عشان ادي فرصه ال 21 يوم للاستئناف امام المحكمه الرياضيه الدوليه. هو ما عملش كده، هو كل اللي عمله انه وقف اللاعبين بس 4 سنين. بعد 3 سنين ترجع توقف الاتحاد تاني سنتين، يبقى معنى كده ان اللاعبين اللي تم ايقافهم 4 سنين هيتوقفوا كام؟ 6 سنين. يبقى انت زودت العقوبه عليهم تاني وعاقبت رياضيين ملهمش ذنب. بالظبط. انت بتقول في البوليسيز بتاعتك بتاعت 2015 ان الاتحاد اللي بيبقى عنده 7 حالات بيدفع 250 الف دولار غرامه او الايقاف في حاله عدم السداد. انت ما بعتش طلبت الغرامه. وبعد بعض الاعلاميين كتبوا لا ان الجواب بتاع الغرامه كمان، لا الحقيقه هو ما جاش جواب الغرامه تماما. هو كل اللي حصل ان الاتحاد الدولي نام ولغايه ما صحى في 2019 بعد 3 سنين. طب ده ايه ده؟ عمليه غريبه، حاجه غريبه. طب وبعدين حتى القرار اللي جه من بره جه قرار معيب معيب تماما. لا دي وراها قصه، مثلا حاجه مثلا تالق المصريين في في رفع الاثقال. هي الريحه مش حلوه بالنسبه للقرار ده. التشكيل نفسه بتاع اللجنه نفسه اللي هي المستقله دي ما كانش ظريف يعني. فجاء القرار بإيقاف الاتحاد المصري سنتين وغرامة 200 ألف دولار. الحقيقة مشكورة وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب راحوا رافعين قضية استئناف أمام المحكمة الرياضية الدولية بإيقاف هذا القرار على استعداد ندفع غرامة، بس ما توقفليش اتحاد. لأن إيقاف الاتحاد معناها أن بقية الولاد اللي هيشاركوا في طوكيو 2020 ما لهمش الحق يشتركوا. احنا منتظرين نتيجة القرار، ولكن في أثناء ده طلع عندنا 6 حالات إيجابية في دورة الألعاب الأفريقية اللي هي في المغرب. الستة دولت لم يتم إيقافهم حتى هذه اللحظة. يعني من حقهم النهاردة لو اترفع الإيقاف عن الاتحاد المصري اللي هي السنتين اللي فاتوا دولت، من حقهم أنهم يشاركوا في طوكيو 2020 إن لم يتناولهم أي شيء من جانب الاتحاد الدولي. أوكي. فإحنا طبعا في انتظار دلوقتي حكم المحكمة، وإن شاء الله أتمنى أن هي اللي هي أخذت الشكل السريع بالنسبة لي. عارفة بيبقى في حاجات كده بطيئة على مهلها وفي حاجة واخد الشكل السريع. هم قدموا بالنسبة لي عشان طوكيو بالظبط. لا ده في حاجة تانية، أنت محتاجة النهاردة تعملي كواليفيكيشنز أو تأهيل للولاد دي بالظبط، فعشان تاخدي الكوتا بتاعتك اللي هي إذا كان أيا كان العدد يعني. أوكي. فطبعا إحنا على أمل إن شاء الله ننتظر حكم المحكمة بأنه يرفع الإيقاف على الاتحاد المصري، ومصر مستعدة تدفع الغرامة. طب المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بتعمل ايه مع الاتحاد المصري لرفع الاثقال؟ تعمل له ايه؟ بتاخد منه عينات. طب لما لقيتوا ان في 7 لاعبين عندهم نفس الحاجه دي مش بتاعتنا، دي بتاعت الاتحاد الدولي، لان اللي سحبها الاتحاد الدولي. واحنا لو احنا سحبنا السبعه دولت وطلعوا ايجابي، انا ما بحاسبش الاتحاد المصري بفلوس. لا انا مش بتكلم بفلوس، انا بتكلم كان احنا يعني تحت مظله ان احنا عايزين مصلحه الرياضه المصريه. تمام. بشكل عام. تمام. فانا مثلا كمنظمه لمكافحه المنشطات لازم اكون بتواصل مع كل الاتحادات اللي عندها امكانيه ان هي تكون عرضه ان لاعبيها بيكونوا بيتناولوا المنشطات، فبالتالي ان هم يكونوا بياثروا على الكارير بتاعهم. حضرتك وكل المسؤولين معاك في داخل المنظمه لازم اكيد بيبقى في دور في تواصل. لازم تعرفي ان التواصل ده بشكل يومي بتطلع تعميمات. نتيجته ايه؟ لا اصل نتيجته لحد دلوقتي. لا ما انا عايز اقول لك على حاجه، نتيجته ايه دي مش بتاعتي. يعني انت النهارده ممكن بتبقى معاده طالب عندك في الفصل وبتدرسي له وبتشرحي له وبتعملي كل حاجه، وهو طالب ما مش عايز يفهم ومش عايز ينجح وبيسقط في الاخر. انت كاستاذه في الفصل ايه دورك؟ تمام انا فاهمك يا استاذه، بس انا بتكلم دلوقتي ان انا لو في مسؤول عندي داخل الاتحاد اللاعبين بتتضر. طيب ما هي ايه اللي يتم؟ عايزه تعميمات بتروح تعميمات، عايزه اقعد مع اللاعبين بنقعد مع اللاعبين، عايزه رد على الاستفسارات برد على الاستفسارات، عايزه تبعت لهم حاجات تعليميه كلها بنبعت حاجات تعليميه، لقاءات بتتم لقاءات، اعلام في اعلام. ايه تاني مطلوب مني؟ الحاجه الوحيده المطلوبه مني في الحاله دي ان انا اروح اقعد جنب كل لاعب بالظبط كده. لا انا اقفل بقه، مش ما تاخدش، اقفل بقه وامنعه انه يشرب ميه. اوعى تشرب. طب انا عندي 3 مليون رياضي في مصر، هجيب 3 مليون ازاي يقعدوا جنبه؟ فالحقيقه هنا الخطا بيقع على القائمين على الاتحادات وعلى اللاعبين. بتقول ده لاعب نمره واحد بالظبط، هم صغيرين. انا قلت لحضرتك ان انا الستريكت لايبيلتي برنسبل او مبدا الصرامه، اللاعب مسؤول عن كل ما يدخل جوفه، وخصوصا ان اللاعب عارف كويس قوي ان الماده دي لو خدها ممكن توقفه، ان اللاعب عارف كويس قوي ان ادويه البرد ممنوعه ومع ذلك ياخد ادويه برد. قبل ما تاخد اي حاجه كلمنا، احنا تحت امرك، احنا عندنا خط ساخن 00900 01 7005 في اي وقت كلمني، ما عندناش مشكله، بنرد عليك، بنصلح لك البرنامج بتاع اللي هو الباسورد لو في مشاكل ولا في اي حاجه. كل رياضيين النخب عندنا في مصر كلهم عارفين المكان في ومقر المنظمه وبيجوا لنا بصفه مستمره. عايزين نعمل عذر مرضي، عايزين نتناقش، حتى التليفونات طبعا التليفونات بشكل مستمر لازم ترن، واخده بالك؟ على اساس ان ايه؟ ان هم عايزين يعرفوا. تواجدنا في كل البطولات المحليه
يعني اي بطوله محليه موجوده احنا متواجدين فيها. اوكي. بطولات دوليه على ارض مصر زي حاليا دلوقتي في عندنا بطوله السلاح احنا متواجدين فيها عشان نسحب منها عينات سواء الاسبوع ده او الاسبوع الجاي في كاس العالم. فطبعا احنا متواجدين في اي وقت. طب ايه اخبار لعيبه الكوره دلوقتي؟ لعيبه الكوره كان اخر حاجه احنا خدناها كان المنتخب الاولمبي الاسبوع اللي فات. شفنا رمضان صبحي. لا احنا مالناش علاقه من رمضان صبحي. ده افريقي. افريقي. صح. احنا خدنا من المنتخب الاولمبي كمنتخب اولمبي على ارض مصر لما كان في معسكره اللي فيه قبل البطوله. ايوه قبل البطوله. هم كانوا حوالي 21 لاعب اللي هم كل قوام المنتخب. خدنا ال 21 حتى بعض الناس اللي هي ما يعني مش عندهاش فكره عن الموضوع تماما فبتطلع انت عارفه عمليه الفتي كده. قال لك ده مش قانوني ان انتوا تاخدوا من ال 21 وكنت لازم تاخدوا منه بشكل عشوائي. في فرق بين ان انا اخد داخل البطوله وفي فرق ان انا اخد خارج البطوله. خارج البطوله من حق ان انا اخد كل المعسكر. والكلام ده لو تفتكري مصلحه اللاعبين اساسا مصلحه اللاعبين ومصلحه الدوله وبالظبط مصلحه الجهاز الفني ان هو لو في لاعب هيخرج ورا الحسابات نلحق نتصرف. وبعدين مشكله وبس حتى لو طلعت النتيجه ايجابيه ليتر اون بعد البطوله ما خلصت ده ما بياثرش على البطوله ولكن بياثر على اللاعب نفسه. الكلام ده امتى ياثر؟ لو انا خدتها ان كومبيتيشن داخل نطاق المسابقه. عندنا مثال كبير قوي لما المنتخب الكبير راح سويسرا قبل كاس العالم اللي فاتت. ايه اللي حصل؟ راحوا لقوا الواده موجوده خدت المعسكر كله كل الموجودين داخل المعسكر خدته. ما قلت لهمش بقى لا ده انا هاخد عشوائي يعني هاخد محمود وهسيب ابراهيم هاخد علي. لا مفيش الكلام ده. احنا عندنا برنامج طبقا للكود الدولي وطبقا لحاجه عندنا معيار اسمه معيار الفحص والتحريات. حسب الكلام ده احنا بننفذ البرنامج بتاعنا. فدي طبعا ما فيهاش اي نوع من الخطا. بالنسبه لاخد العينات في البطوله ما احناش بنقوم بيها، اللي بيقوم بيها الاتحاد الافريقي وهو اللي بيتولى الموضوع ده سواء في البطولات اللي هو لا رمضان كان فايق كده قوي في الماتش لا هو ما بيختاروش عشان فايق عشوائي هي بيتم اختيارها ببرنامج واخده بالك الارقام بتم وضعها في التايم بين الشوطين ومحدش يعرف مين هم اصحاب الارقام ويتم فتح الاظرف قبل المباراه ما تنتهي بثلاث دقائق ويتعرف مين هم اصحاب الارقام بلس ان انت لازم تاخدي اي واحد واخد كارت احمر يعني لو في اي لاعب واخد كارت احمر اضمه ده كده على طول ده اجباري فوق خلاص اللاعب صاحب الكارت الاحمر بلس المجموعه اللي احنا اخترناها وبالتالي يتم فحص دول. طيب انا لازم يعني اختم خلال دقايق حتى حضرتك كده تتذكر لي اكيد في كيسز يعني ما بتتنسيش في تفاصيلها والدراما بتاعتها سواء كان لاعب باين ان هو بياخد منشطات وطلع لا سواء اتظلم او كان ظالم. بصي هو حكايه ان هو باين ان هو بياخد منشطات وطلعت لا الكلام ده ما فيش منشطات يبقى منشطات وبعدين العينه طلعت ايجابي ما فيهاش كلام في لاعب لما يتبص عليه يقول ده اكيد بيتاخد بياخد منشطات ويطلع لا هقول لك على حاجه احنا مثلا عندنا في بطولات السباحه تبص تلاقي اولياء الامور قاعدين اللي يطلع الاول ام اللاعب اللي طلع الثاني بتقول لك الامور اصلا بياخدوا منشطات بيدوا للولاد منشطات للاسف يعني وطبعا هي الماده اللي بيديها لهم مش عايزين نقولها عشان برضو الاعلان للاسف بيدوا للولاد الصغيرين 12 و13 و14 سنه بيدوا لهم منشطات. ابتدينا نعمل انفستيجيشن حوالين الموضوع ده لقينا ان هم بيدوا لهم ليه؟ عشان موضوع الحافز المادي الحافز الدراسي يتفوقوا فياخدوا ياخدوا الحافز ويخشوا بكليه الطب وفي الاخر طبعا انت عارفه بيروحوا فين ما بيلاقوش. نرجع بقى تاني لموضوعنا ان بالنسبه للسباحه كل اولياء الامور بتشكي ان الاولاد اللي قدام ولادها واخدين منشطات، احنا واخدين الاولاد اللي قدام ولادهم وبالتالي بيطلعوا سلبي. اذا الكلام اللي هو بالشكل كده ده كلام مش صح. واحنا طبعا يعني عانينا كتير وشكاوي كتير وان الاولاد فالكلام ده طبعا كله مش مظبوط. طيب انا يعني هي كيس انترستنج جدا بالنسبه لي المنشطات وازاي يتم التعامل معاها والحديث فيها اكيد لازم نفضل مرارا وتكرارا خصوصا ان احنا شايفين الرياضه بقت مصدر فخر لينا وشايفين ان احنا خلاص طوكيو على الابواب فعايزين نكون بعثه كده محترمه تقيله مليانه رياضات مختلفه نوصل باذن الله ان احنا نحصد عدد كبير من الميداليات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور نورت الدنيا وافدتنا جدا. دكتور اسامه غنيم رئيس التنفيذي للمنظمه المصريه لمكافحه المنشطات النادو نورت الدنيا وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا بعد هذا الفاصل هنعود مره ثانيه الى مجريات كاس امم افريقيا تحت 23 سنه انجاز بنامل ان هو يستمر ونوصل من خلال المباراه القادمه للنهائي ونحتفل بالتاهل لطوكيو 2020 مجموعه محترمه. ممكن كان ليا حديث معاه يوم انطلاقه البطوله واتكلمنا انا وكريم سعيد محللنا الفني عن قلقنا بعض الشيء من طريقه اللعب. طيب اللعيبه ديت والنجوم الكتير دولت ازاي هنوصل لتناغم كده يطمنا عن الاداء والروح في نفس الوقت. هيعود مره ثانيه كريم سعيد بعد هذا الفاصل وبعد انتهاء دور المجموعات واداء مشرف ورجولي نشوف كده وجهه نظره عن منتخبنا الاولمبي بعد هذا الفاصل. خليكم معانا.
مصر، غانا، كوت ديفوار، جنوب افريقيا، اربع منتخبات من كبار القاره السمراء هيكونوا بيتنافسوا في المربع الذهبي للوصول الى طوكيو 2020. الطريق صعب، الطريق اكيد علشان تكون بتوصل لهذه المكانه لازم تكون بتتنافس مع كبار القاره، وبكل تاكيد الاربعه اسماء كبيره جدا. امبارح تابعنا مباريات ضمن منافسات الجوله الاخيره من دور المجموعات للمجموعه الثانيه وعرفنا خلاص هنكون بنتنافس مع مين، وبعد انتهاء دور المجموعات خلاص نقدر نحط ايدينا على نقاط القوه والضعف عند الاربع منتخبات، مين اللي ادى جرس انذار جامد زي منتخبنا كده الوطني الاولمبي ان هو موجود علشان يحصد اللقب، مين الاقرب، مين ممكن نكون منتظرين منه المزيد في الادوار الاقصائيه. هنتكلم بشكل مفصل عن منتخبنا الاولمبي وايضا كمان عن منتخبنا الاول لكره القدم مع واحد من نجوم التحليل في قناه تايم سبورتس كريم سعيد. صباح الفل عليك يا كريم. صباح الخير مهان، صباح الخير لكل مشاهدي تايم سبورتس. سعيد ان انت موجود معايا بعد انتهاء بقى دور المجموعات. نعم. والبعض كان عنده شوية شكوك كده من كم النجوم، من طريقة اللعب المختلفة اللي هيكون بيلعب بها الكابتن شوقي غريب. تقييمك لدور المجموعات بعد انتهائه يعني؟ تعالي نعمل فلاش باك لحلقتنا اللي كانت قبل كانت يوم افتتاح البطولة. نعم بالظبط كده. وساعتها احنا اتكلمنا عملنا يعني راوند اب على المنتخبات وحتى وطريقة الكابتن شوقي غريب، وقلنا ساعتها ان ربما يكون الكابتن شوقي غريب بيفكر يلعب بثلاثة في الدفاع، وفعلا ده اللي هو الطريقة اللي كمل بيها. والحمد لله احنا ماشيين بيها كويس. في مشاكل طبعا، في مشاكل يعني في مشاكل عندنا اكيد طبعا، في مشاكل في استهلاك لاكرم توفيق تحديدا طبعا. لا وكمان لا بصي، وخلينا نتكلم، خلينا نكون صراحة، احنا في جزء الحمد لله عوضناه بالروح اللي عند الفريق، ودي نقطة مهمة جدا جدا. الناس ممكن تتعامل مع الامور كتحليل كوره ان احنا بنتكلم فنيات بس، لا الكوره مش فنيات بس، لا لا انت ممكن تبقى في اسوء حياتك الفنيه وفجاه الروح تديك بعد تاني. بالظبط هدي مثلا زي ماتش غانا انا في وجهه نظري الشوط الاولاني ده اسوء شوط لينا في البطوله. غانا عملت علينا 45 دقيقه كانت مميزه جدا واخترقونا. يعني المدير الفني لغانا تفوق تماما علينا بشكل كبير، وقدر ان هو يخترق جبهه كريم العراقي وصلاح محسن طول المباراه، وكان واضح ان هو دارس المنتخب كويس، حتى ما راحش عند رمضان صبحي او الفتوح. يعني هو فاهم، عارف ان الجبهه دي قويه ورمضان كمان قوي دفاعيا، فقال لك لا لا مش هلعب على الحته دي خالص، انا هلعب على الجبهه اليمنى. وفعلا يعني في الشوط ده اخترقونا في الجبهه دي اكتر من 6 أو 7 مرات، ومنها كمان مره جابوا منها الهدف. فاحنا بنتكلم ان احنا الى حد ما عندنا يعني بعض المشاكل الدفاعيه، وعشان كده احنا مثلا احنا تاني يعني اضعف دفاع في البطوله. احنا دخل فينا 3 أهداف بمعدل هدف في كل مباراه، لكن نمتاز ان احنا اقوى هجوم في البطوله ب6 أهداف. وكمان احلى حاجه ان احنا يعني في كل الاشواط احرزنا اهداف ما عدا الشوط الثاني من مباراه مالي، هو ده يعني الشوط الوحيد اللي احنا ما احرزناش فيه اهداف. لكن وعندنا كمان يعني هداف البطوله مصطفى محمد من عندنا، وجايب 4 أهداف بمعدل يزيد عن هدف في كل مباراة. فدي كلها أرقام إيجابية أشوف إن هي بتدينا دفعة معنوية قبل ماتش السيمي فاينل أكيد قدام جنوب أفريقيا. ده رقم مميز على فكرة، قريته في تقرير بالنسبة لمصطفى محمد إن هو أكتر لاعب سجل في دور المجموعات في تاريخ البطولة، تاريخ البطولة مش كبير من 2011 و2015، ولكن بيبقى عمل إنجاز شخصي ليه بجانب طبعا إنجاز منتخبنا الأولمبي. أكيد طبعا بنتكلم من المهاجم، أكيد النهاردة كل السكاوتس اللي جايين من أوروبا يتفرجوا على البطولة أكيد هيبقى نظرهم على مصطفى. عارف المميز إيه؟ إن دلوقتي بقينا في زمن إن المهاجم ما بقاش بيجيب أجوان. نعم يعني طبعًا. المهاجم بقى بيوسع للأجنحة، فإن أنت عندك مهاجم بيساعد زمايله وفي نفس الوقت بيجيب أجوان، فدي بقت حاجة مختلفة يعني. لا والتاني أكرر اللي إحنا قلناه في أول حلقة، إن مصطفى محمد فعلا الميزة اللي عنده الجامب بتاعه، التيك أوف، الارتقاء. تذكرتك جدا بعد انتهاء الماتش الأول وإن هو بيسجل بالرأسية والارتقاء. بالظبط إحنا قلنا مصطفى محمد الميزة اللي عنده ان هو مثلا ليتس سي، خلينا نقول ان هو الراجل ده طوله 186 سم مثلا، يعني هو عنده قدره ان هو يطلع ل 2 متر و10 بالجامب بتاعه. ما شاء الله. يعني هو فعلا بيطلع بيعمل ارتقاء بيخليه اعلى من كل المساكين اللي لعبوا عليه، وعشان كده هو تفوق على كل المساكين اللي لعبوا عليه. وسبحان الله الكوره الهيد، يعني انا مثلا متخيل مدير فني لمنتخب غانا هو جايب الشريط بتاع ماتش مالي وبيفرج على المساكين بيقول لهم بصوا خلي بالكم بقى الراجل ده لما تجيله الكوره اوعى تخليه
ياخد جامب عليك وحاول تاخد خطوه قبليه ما عرفش. برضه متخيل برضه ريجبرت سونج في ماتش الكاميرون اكيد طبعا ان اكيد اشتغل وعمل نفس الموضوع وبرضه مصطفى محمد قدر ان هو يعملها مرتين مره من على برجله من على الارض ومره من على من راسه في الهواء. اقصده تنوع مهارات المهاجم الصريح دي بتخلينا الحمد لله عندنا الحته اللي ممكن تعوض تاني المشاكل الفنيه واللي اكيد محتاجين نتكلم عليها اللي احنا هنتكلم عليها داخلين على منتخب لو ادوارك صعبه في اقوى دفاع في دور المجموعات. طب قبل ما نتكلم عن مواجهتنا امام جنوب افريقيا بحب برضه اسالك عن مباراه امس زامبيا وكوت ديفوار، لازم برضه نبص على منتخب كوت ديفوار. طبعا طبعا بصي شوفي طبعا امبارح انا كنت برضه بحلل ماتش كوت ديفوار وزامبيا في الراديو ومنتخب كوت ديفوار طبعا يعني هو كان عنده غياب امبارح كريستيان كوامي مهاجم جنوا وواحد اعتقد يعني واحد برضه من ابرز المهاجمين في البطوله المفروض كان يظهر بمستوى مختلف بس هو اتصاب في ماتش جنوب افريقيا فغاب عنهم امبارح بس هم امبارح بصراحه يعني قدروا ان هم يتفوقوا على زامبيا عملوا ماتش ممتاز جدا امبارح كوت ديفوار وكان فيها يعني امبارح المهاجم البديل لكريستيان كوامي ضيع فرصه واحده من مواقف وطرائف ابراهيم ضيع رقم 9 ضيع فرصه غريبه جدا كانت في الدقيقه 87 يعني لازم مشاهدي تايم سبورت يشوفوها على اليوتيوب حاجه يعني واحد فعلا غريبه جدا شاط الكوره والكوره وقعت من الحارس وخلاص انفرد بالمره لا والجون فاضي تماما فكرك بلعيب حاجه عندنا او حاجه لما ضيع نعم فكرك بلاعب عندنا او حاجه لا لاعبين مش ما انا بقول كده برضه لاعبين مش احنا ايام مشهورين بالكلام ده طبعا يعني يعني فطبعا منتخب كوت ديفوار واحد من المنتخبات اللي استحقت التاهل للسيمي فاينل وانا شايف وجهه نظري مليان الاربع منتخبات اللي راحوا السيمي فاينل هم الاحق هم احسن منتخب بصراحه حتى انا في وجهه نظري كان ناس مرشحه الكاميرون لكن غانا فعلا بصراحه رغم غياب جوزيف بانسل احنا قلنا برضو هنا ان جوزيف بانسل نجم منتخب ده اللاعب الابرز في الفئه العمريه اللي غانا لعيب جانك البلجيكي اللي غاب بسبب النادي رفض ان هو ينضم للمنتخب لكن انا اشوف المنتخب الغاني بصراحه قدم كره جميله وحتى في ماتشهم معانا احنا الحمد لله كسبنا لكن هم قدموا بصراحه قدموا مباراه حلوه جدا جدا ولعبوا كوره جميله وقدروا ان هم يخطفونا في كذا كوره وبالتالي انا بشوف الاربع منتخبات اللي صعدوا السيمي فاينل هم الاحق واعتقد كمان الثلاث منتخبات اللي هيمثلوا افريقيا ان شاء الله في طوكيو هيبقوا هم الاحق طبعا هيبقوا هم الاحق ان شاء الله. طب برضو خلونا نروح ونشوف جزء من المؤتمر الصحفي عقب تاهل منتخب كوت ديفوار الى المربع الذهبي مدير الفني ومان اوف ذا ماتش نعم أعتقد أن تلك المجموعة الثانية هي مجموعة تحتوي على فرق متوازنة في قوتها كما أعلم أن الفريق الزامبي تحت 23 عام هم فريق قوي ونحن لعبنا مع ضدهم منذ 4 سنوات وهو الفريق الذي منعنا من أن نتواجد في النسخة الماضية من بطولة أمم أفريقيا وأعلم جيدا أنه فريق قوي ويعلم كيف يلعب كرة القدم ولكني أعلم أيضا أن الفريق الزامبي كان محبط بعض الشيء بسبب ما حدث معه في المباراة السابقة كما أن اللاعبون في ذلك الفريق مؤهلون لأن يتواجدوا في المنتخب الأساسي لزامبيا وأنا أهنئهم على أدائهم أما بالنسبة لنا فأنا أعتقد أننا قد حققنا هدفنا الأول هو الوصول إلى المربع الذهبي ثم نريد بالطبع الوصول إلى النهائي أيا كان الخصم الذي سنواجهه أنا سعيد جدا بحصولي على تلك الجائزة بصفة شخصية ولكن تلك الجائزة أيضا أهديها إلى الفريق بالكامل وإلى كوت ديفوار بالكامل لأننا فريق يمثل دولة كوت ديفوار أريد أن أقول أنني هنا لتمثيل الفريق بالكامل وتلك الجائزة تمثل العمل الجاد الذي قمنا به نعم بالطبع أشعر بارتياح اليوم
فنحن لدينا أهداف واضحة منذ البداية، ولدينا أهداف أيضا حققنا الكثير منها، وهناك الأهداف التي نريد أن نحققها ولم نحققها بعد. سوف فنستكمل مسيرتنا حتى نصل إلى المباراة النهائية، وسوف نبذل قصارى جهدنا في المباراة المقبلة. واجهنا فريق صعب وفريق زامبيا، والذي يلعب بصورة جيدة جدا ضد الخصم. نعلم أنه فريق يحب لعب كرة القدم، ولكننا استطعنا فرض سيطرتنا على المباراة في نهاية الشوط الأول، وكذلك في نهاية الشوط الثاني استطعنا استغلال الفرصة وتسجيل الهدف. أكيد مباراة منتظرة هنكون متابعها ضمن منافسات المربع الذهبي ما بين منتخب كوتيفوار ومنتخب غانا، وهتكون مباراة مهمة ويعني على صفيح ساخن كده نقدر نقول يا كريم. على الصعيد الآخر برضو منتخب زامبيا خروجه كان متوقع بالنسبة لك ضمن منافسات مجموعته، ولا كنت منتظر منه المزيد؟ شوفي طبعا منتخب زامبيا هو مشكلتهم ان كان الفريق يعني عليه امال كبيره جدا، بس طبعا نفس الفكره بتاعت غانا كانت عندها مشكله في لعيب واحد، زامبيا كان عندها مشكله في ثلاث لعيبه. وطبعا احنا عارفين منتخب زامبيا كان فيه خمس لعيبه طبعا، يعني الاخوات باندا، فهم الفريق كله يعني كان واضح جدا ان هو عنده مشكله في مركز بلاي ميكر. واضح ان يعني الثلاث لعيبه اللي جم بقى على ماتش نيجيريا كان لسه ما خدوش الاجواء بتاعه البطوله، وكمان فكره ان لعيبه ما تبداش اول ماتش وبعد كده تخش من الماتش الثاني برضه نفس الامر. انا بشوف زامبيا مشابهه لمالي، يعني المفروض منتخب مادي واحد من المنتخبات برضه كانت مرشحه جدا جدا في البطوله دي، ولعبوا والله قدموا مباريات كويسه، لكن كان عندهم فعلا مشكله في الفينشنج، وده شفناه كتير عندهم في مبارياتهم. حتى انا في وجهه نظري مادي لعبت على الكاميرون، شاف ماتش مالي والكاميرون وان سايد جيم لمالي، مش ممكن ضيعوا كم هائل من الفرص، والكاميرون جت في الشوط الثاني خطفت هدف في اعتقد قبل دقيقه 70 بشويه وخلاص، وبعد كده يعني سبتوا عليه وفضلوا يامنوا وكسبوا الماتش. في منتخبات يا ملهان لو الخبره وفكره ضياع الفرص كتير في البطولات دي ما تستحملهاش، يعني ما اقدرش استحملها. انا بلعب هم ثلاث ماتشات في دور المجموعات، فلو ضيعت خلاص الموضوع انتهى، وبلعب على النقط بالظبط، مفيش مجال تعويض. فهي انا بشوف منتخب زامبيا برضو كان عنده نفس المشكله بتاعت منتخب مالي، ضيعوا كتير مع انهم كانوا بيمسكوا كوره حلوه، لعبوا ماتش مع جنوب افريقيا في البدايه كان حلو جدا، وكان المفروض هم اعتقد اقرب المكسب، بس برضو ضيعوا، وبرضو خلاص الفريق هو خد نقطه واحده من التعادل، بعد كده خسر ماتشين. فخلاص اول ما بتخسري ماتش وماتش نيجيريا كمان، يعني نيجيريا هم كانوا ماسكين الكوره واستحواذ كامل، نيجيريا بتلعب حاجه مرتده يروحوا يحطوا جون ويرجعوا يدافعوا ويروحوا يحطوا جون. فطبعا انا اشوف ده اللي هو الفكر بتاع اللعب الاقتصادي، لازم في بعض الاوقات انا محتاج العب لعب اقتصادي، انا ما بلعبش المتعه، انا هنا جاي عشان اخد نقط واتاهل. كورتي حلوه اوكي، كورتي حلوه، لكن لو الكوره حلوه مش هتكسبني نقط مش عايزها. بالظبط كده ده اللي حصل مع منتخب زامبيا، خرج من منافسات دور المجموعات ولم يتأهل إلى طوكيو 2020. برضو نتابع أجزاء من المؤتمر الصحفي عقد خروج منتخب الزامبي من كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة. كانت مباراة صعبة ضد الساحل العاج، لم تكن مباراة سهلة، ولكن كانت لدينا خطة للعب، ولكن لسوء الحظ لقد تلقينا هدف. أعتقد أن اللاعبين كانوا يلعبون بشكل مرضي من بداية البطولة وهم يحاربون، ولكن في بعض الأحيان في كرة القدم تخسر، ولذلك نحن خرجنا من هذه البطولة، ولكننا سوف تعلمنا الكثير من الأشياء من هذه البطولة. نحن نهنئ ساحل العاج على هذا الفوز ووصولهم إلى نصف النهائي، وأتمنى لهم حظا سعيدا. لنبدأ بزامبيا في البداية. كما قلت الفريق أظهروا شخصيتهم في الملعب، ولكن في بعض الأحيان عندما تلعب ضد فريق قوي
مثل ما حدث هنا في هذه المباراة، لأنه من الجيد بالنسبة للاعبين أنهم وصلوا إلى هذا المستوى، وتعلمنا العديد من الأشياء من هذه البطولة كما قلت. وأنا أؤمن أن هذه البطولة تم تنظيمها بشكل رائع، بشكل جيد جدا، وأحسسنا بذلك منذ بداية البطولة. كرة القدم هي إحراز الأهداف، ولقد خلقنا العديد من الفرص منذ بداية منذ المباراة الأولى التي لعبناها ضد جنوب أفريقيا وثم نيجيريا، وكما قلت كنا على بعد مسافة صغيرة جدا من فوز بهذه المباراة، ولكن كل الفرق في هذه المجموعة لعبت بشكل جيد، وكان من الصعب مقابلة كل هذه الفرق. لم تكن مباراة سهلة بالنسبة لنا، وكما قلت أنا أشكر لاعبين على هذه اللعبة وهذا المجهود. وكل ما أود أن أقوله هو أننا خرجنا من هذه البطولة، ولا يوجد أي داعي للتحدث عن هذا الآن. طبعا مع خروج منتخبات خلاص وخلاص أصبح زاوية الأربع منتخبات الأخرى بتتنافس على لقب البطولة، ومتابعتنا وانتظارنا على مار مباراة منتخبنا بإذن الله يوم الثلاث القادم يتأهل بإذن الله إلى طوكيو 2020 بعد ما يفوز بها. طيب نتكلم بقى شوية عن المباراة القادمة وعن المنافسة. نعم. هل منتظر أن شكل منتخبنا يكون في تصاعد فني أو في شكل أفضل ليه بداية من المباراة القادمة؟ طبعا شوفي، طبعا زي ما قلنا مثلا هدي مباراة مالي، احنا ما كانش عندنا نفس الثقة والروح اللي بنلعب بيها زي ما شفنا بعد ماتش غانا. طبعا ماتش غانا ده انا في وجهة نظري عمل للجيل ده سمعة وروح، يعني شكل كويس عند المتابعين عشان الريمونتادا اللي احنا عملناها، خصوصا ان احنا اتاخرنا مرتين. ودي مش سهل قوي على منتخب في ماتش واحد. يعني ما افتكرش حتى المنتخب الاول ما افتكرش ان احنا من فتره اتاخرنا مرتين وقدرنا نرجع، يعني واضح. فدي النقطه اللي مميزه المنتخب ده، حتى في ماتش بالي كان عندنا يعني نقاط سلبيه كتيره على الفريق، ولكن كلها اختفت لان احنا الحمد لله كسبنا، وكانت البدايه مهمه جدا. طيب احنا النهارده بنلعب 3-4-3، وزي ما شرحت قبل كده قلت 3-4-3 مشكلتها ان احنا عندنا 2 فول باكس هم اللي واخدين الخط لوحدهم، وينجات يعني نادرا ما يمكن ان انت تعتمد عليهم بالظبط كده. فكريم العلوي واحمد مفتوح، احمد مفتوح بصراحه انا حابب، وده واحد من اللعيبه بالنسبه لي الكره المصريه كسبتها في البطوله دي، احمد مفتوح، محمد صبحي، اكرم توفيق، مصطفى محمد، والفيرجن الجديد او النسخه المنقحه من رمضان صبحي بعد طبعا التطور اللي حصل له مع فايلر. عايز اقف عند نقطه بس، انا مؤمنه جدا بفكره الاعارات اللي بقينا بنشوفها في الدوري المصري. ابو الفتوح لما كان مع نادي الزمالك من كام موسم غير ابو الفتوح دلوقتي خالص، والخروج الى اعاره وعدم المشاركه، تقعد على دكه نادي كبير بدل ما تكون بتشارك مع نادي اقل جماهيريه او اقل في جدول الترتيب، حاجه سيئه، والسيناريو ده افضل بكتير لكل الجيل ده. متفق معاكي تماما، واضيف عليكي بقى حاجه ثانيه، ان هو كمان ربنا نقصه من الاختبار الايه الزايد على اللزوم اللي اتحط فيه لما اجاري اختاره في القائمه المبدئيه لكاس الامم، لان انت ساعتها حطيته في بصراحه في موقف صعب جدا اعلاميا. ما ينفعش خالص كنت ساعتها تاخد احمد فتوح على عبد الله جمعه، مستحيل. عبد الله جمعه كان افضل ظهير ايسر مصر بعيدا عن علي معلول اللي كان مقدم مستوى جايب مع النادي الاهلي. احمد فتوح لما اتحط في الاختبار المناسب له وللفئه العمريه بتاعته ظهر بان بشكل مختلف، انما لما احطه في مستوى اعلى ظنا مني ان انا بكسبه، لا انت ممكن تقضي عليه، لان هو مش هيستحمل الضغط الاعلامي. طبعا مين النهارده كان يقدر يقول ان احمد الفتوح مقدم مع نادي سموحه مستوى افضل من اللي مقدمه عبد الله جمعه مع نادي الزمالك، وكمان نادي الزمالك ساعتها كان بيلعب كونفدراليه وكان ماشي بشكل جيد. فانا بشوف ان احنا الحمد لله كسبنا بعض اللاعبين في البطوله دي، بس يتوقع ان احنا محتاجين تاني، ارجع للنقطه اللي بتكلم فيها، 3-4-3 قدام 4-3-3 لجنوب افريقيا. ودي هنا موضوع خطر جدا. ليه؟ لان 4-3-3 اصلا اتعملت عشان تكسر اي طريقه بيعتمد فيها فريق على 3 ورا.
ونشرح ببساطه للساده المشاهدين نبسط الامور التكتيكيه والفنيه. لما تلعب بثلاثه ورا ثلاثه مساكين، انت المفروض في الشكل الهجومي بتاعك مطير اثنين فول باكس بتوعك زي اربعه ممكن تثبتهم. لا، في الثلاثه انت بتطيرهم لان انت معاك ثلاث لعيبه مساكين واقفين ورا. السؤال هنا انت موقفهم ازاي وسرعتهم عامله ازاي؟ طول ما انت بتلعب بثلاثه ورا لازم اثنين مساكين اللي على الاطراف يبقوا لعيبه سريعه، لان انت في الهجمات المرتده شفنا امبارح جنوب افريقيا قدام نيجيريا، واهم واحد اللعيب الخطير جدا في جنوب افريقيا اللي هو مهالاتزي دايما بيستلم الكوره على الخط وهو بيعمل الدورين، بيعمل دور الوينجر وبيعمل دور البلاي ميكر. طيب لو هو يستلم الكوره على الخط غصب عني انا كمساك هعمل ايه؟ لازم اروح اقف جنبه. فلما انا كمساك اروح على الخط هسيب فجوه ما بيني وما بين المساك واقف في النص، مين اللي هيقفلها؟ ادي الازمه في اي خطه فيها ثلاثه. فلازم الكابتن شوقي غريب واخد باله ان جنوب افريقيا هيبقى لحد ما ماتش مشابه لماتش غانا. الكاميرون ما لعبوش عاملين ستريتشنج، ما عملوهاش. مالي برضو عايش نفس الامر، غانا عملتها عشان كده تعبنا. دايما حاطط لك لاعب ورا الفول باك بتاعك بيستنى يطلع، وقول طب بص خلاص الراجل طلع انت العب من ورا والكره تتسقط. فده اعتقد احنا هنشوف سيناريو مشابه. وطبعا كمان مهالاتزي واحد من اللعيبه اللي عندهم مهاره الاستلام والتسليم ممتازه ممتازه جدا، لعيبه الفوت وورك عنده عالي قوي. فده واحده من النقط اللي اعتقد الكابتن شوقي غريب محتاج يحلها، ان انا اشك طبعا هو يقدر في الوقت الحالي يغير الطريقه. خلاص الطريقه دي بتكسبني فانا اكيد هستمر بيها. هقف عند هنا لان نعم. الكابتن شوقي غريب كان بيقول انتقادات اللي انا في احد المؤتمرات اللي انا الناس بقت بتشير اليها لطريقه اللعب ديت ومحدش بيلعب بيها، طريقه اللعب دي على حد قوله ده كلام على الورق. في استراتيجيه، شفت الاستراتيجيه بتتغير على مدار مجريات المباراه من وجهه نظرك فنيا، لان الكابتن شوقي غريب كان فعلا بيعمل كده، وكان في بعض الروتيشن بتحصل لبعض اللاعبين، فممكن يكون بالارقام 3 4 3 او 3 3 3 1 ده هو بيبقى على الورق، ولكن على ارض الواقع بيتغير. بص شوفي في كل الاحوال حتى الكابتن شوقي غريب لما يعني يقول ان انا ما بسمعش انتقادات، طبعا ده المفروض يحصل، لان احنا مش دلوقتي مش مسؤوليه المدير الفني انه يسيب الشغل بتاعه في البطوله المجمعه اللي احنا بنلعبها ويقعد يبص ليه الانتقادات. انت مش مدير فني النادي. لا، مدير فني النادي ممكن تعمل كده، ان انت عندك دوري مستمر ل 34 اسبوع، لكن لا دلوقتي المفروض احنا المنتخب ده يا مريهان في مشكلتين عشان نبقى صرحاء كده. مشكله عندنا في الباك اليمين ومشكله في المركز اللي جنب اكرم توفيق. هم دول مشكلتين، بقيت كل حاجه في المنتخب مقبوله جدا، وكمان الفئه العمريه دي تستحمل ان انت يبقى عندك خط مش 10 من 10، احنا عندنا الهجوم 10 من 10 سواء على الاطراف او سواء في مركز المهاجم الصريح. مركز هاف ديفندر اكرم توفيق ممتاز جدا، لكن مفيش حد بيساعده، بدليل ان احنا موظفين عمار حمدي يلعب مركز 8 وهو مش مركزه، وعمار حمدي كمان جسمانيا ما يقدرش يستحمل الادوار الدفاعيه. وشفناها حتى في ماتش غانا، ماتش غانا رغم طبعا ان احنا في الشوط الثاني بنلعب بروح جامده جدا، انما كان عندنا نقطه سلبيه، كل الكرات الثانيه راحت لغانا. ليه؟ ان هم كانوا بيلعبوا بثلاثه، لكن الحمد لله ان احنا بنعوض الاخفاقات دي بامور تانية. يعني مثلا كان في كوره اللي هي لمنتخب غانا اعتقد في الدقيقه 65 كانوا رايحين 3 على 3 اللي هو اللعيب سبق شويه واتحسبت اوف سايد جيم، لو الكوره دي كان راح انفراد وجابوا الجون الثالث كان الموضوع كان هي بالنسبه لنا منتهي، كان صعب جدا ان احنا نكسب. اللي اقصده ان احنا عندنا مشاكل. كل ما بنتقدم في البطوله كل المستوى بيعلى. طيب احنا دلوقتي هنلاعب الفريق الوحيد في البطوله اللي عنده 3 كلين شيت. جنوب افريقيا صعدت للسيمي فاينل بهدف واحد، عملوا نفس السيناريو اللي منتخبهم الاول عمله في كاس الامم الافريقيه في الصيف بس على مستوى مختلف. كان ساعتها في امكانيه لافضل 4 سوالز يتاهلوا، ومنتخب جنوب افريقيا برضو جاب هدف واحد ساعتها، خد 3 نقط، جاب هدف واحد ودخل فيه هدفين وصعد افضل توالي. برضو منتخب الاولمبيك جنوب افريقيا جاب هدف واحد في 3 ماتشات بس، عنده ميزه ايه هو ايه هي؟ ان الميزه اللي عنده 3 ماتشات كلين شيت دي بتدي الدفاع وحارس المرمى روح معنويه عاليه جدا، ما حدش جاب فيها ولا هدف في 3 ماتشات في حين ان احنا دفاعنا في مشاكل، وده يبين لك النقطه اللي انا بقولها لك ان الطريقه فيها مخاطره. ان انا النهارده بلعب بثلاثه ورا والثلاثه ممكن في اي منتخب بيعمل ستريتشنج على الخط ممكن يفاجئني. اتفضل. ده يخليني اسالك، احنا دلوقتي من الناس كلها او كل المنتخبات اللي بتنافس معانا عارفه مدى قوه المنتخب الاولمبي طبعا. على الصعيد الهجومي طبعا. عندنا لاعب مخلصاتي زي مصطفى محمد طبعا. اكيد كل الدفاعات او دفاعات خط او خطوط الدفاع عند منتخب جنوب افريقيا اكيد المدرب الفني هيقول لهم ركزوا مع طبعا. اللاعب ده لان هو لاعب
خطير. كمان على صعيد اخر عندنا الجبهه اليوم لو انت بتتكلم ان هي ضعيفه ازاي نقدر نصحح ده، هاخد اجاباتك ولكن بعد هذا الفاصل. طريق الى طوكيو عندنا دلوقتي نجوم كثر، اكيد اعين كل المنافسين بص عليهم وعارفين ايه مفاتيح اللعب اللي عند منتخبنا. كريم هنتكلم عن رمضان صبحي بالاخص، اكيد الكل اي منتخب منافس عارف ان رمضان مفتاح لعب عندنا طبعا. بجانب مساك بجانب مهاجم مهم زي مصطفى محمد، لما دول يكون في مراقبه لاصقه بالنسبه لهم، ايه الحلول اللي هتكون عندنا؟ شوفي، هو احنا طبعا في البطوله دي احنا جربنا نوعين من الهجوم. اول اسلوب هو الاسلوب اللي نجحنا في ماتش مالي وفي ماتش غانا في الشوط الثاني وفي ماتش الكاميرون، هو الكرات العرضيه. الكرات العرضيه بالنسبه لنا هي السلاح الاول للكابتن شوقي غريب، وواضح جدا فعاليته ان احنا مصطفى محمد يعني قدر من الاربع اهداف اللي جابهم جم من كرات عرضية، منهم ثلاث أهداف كوبي وبيست من بعض. يعني الأول جون هدف مالي الوحيد، الهدف الأول في غانا، والهدف الثاني في الكاميرون. الثلاث أهداف دول يعني نسخة من بعض. كمان نشير برضو لأحمد أبو الفتوح فيهم طبعا ككروس بالظبط. فده أسلوب الكابتن شوقي غريب بيتبعه، وبيتطلب فيه بس حاجة واحدة، إن صلاح محسن بيخش كمهاجم ثاني مع مصطفى محمد عشان يبقى عندنا اتنين لعيبه داخل ال 18 بالظبط كده عشان ياخدوا الكرات. نعم، يبقى في كثافه هجوميه بالظبط عشان النهارده يبقى عندي بدل بلعب الكروس لعيب واحد بس. طبعا مصطفى محمد اكيد عنده القدره ان هو ياخد الكرات العاليه من اي مدافع، بس برضو لازم انا كجهاز فني بدخل الوينجر بتاعي، وكمان لو في مساحه مشتت الدفاعات، حتى ان هو مركز مع هنا ولا يبقى في الدفاعات بتاعه المنافس شايفه ان في اكتر من تيشرت بالظبط كده. وبالتالي انا بشوف ان مصطفى محمد هو الاسلوب الاول الكابتن شوقي غريب بيعتمد عليه ان انا العب له الكرات العرضيه. في ماتش غانا الشوط الثاني، كان الشوط الاول رمضان صبحي كان كل الدور بتاعه ان هو بيحاول يروح على الطرف ويبدل الكروسز مع احمد فتوح، او هو يخترق من على الطرف. والاسلوب ده لحد ما منفعش قوي. ليه؟ لما كانش انت عشان النهارده اقدر اعمل الطريقه دي لازم يكون رمضان صبحي عنده مهاره التسديد الار 2 الملفوفه عالي جدا، وكمان عندي مساحه نعملها كتير ما عرفناش نعملها. الشوط الثاني عجبني ان الكابتن شوقي غريب بدا يقول لرمضان صبحي لا، حاول تعمل الشكل اللي انت بتعمله مع النادي الاهلي، ده ميزه جدا. عشان كده بقول لك رمضان صبحي ده نسخه متطوره جدا. شفت قدام غانا رمضان صبحي غير اسلوبه، بدا النهارده يحط نفسه في موقف واحد على واحد ويبدل، يخش للعمق ويسيب مساحه خالص لابو الفتوح هو اللي يكمل، وساعات احمد الفتوح هو اللي كان بيسيب له المساحه عشان يحط في موقف واحد على واحد ويستخدم مهاره المراوغه. ولاعيبه المنتخب مصر هنا كانت ممتازه جدا، هم كانوا بيستنوا الكره فين بقى؟ عند نقطه الجزاء، ما كانوش بيكملوا زي مدافعين غانا اللي وصلوا لغايه حارس المرمى عشان الكره ما تتاخدش، لان رمضان صبحي لو لعب الكره عرضيه بشكل عرضي مستقيم اكيد الحارس هيمسكها، لا كان بيرجع الكره لورا عشان اللي جاي بنقول القادمون من الخلف هو اللي قابلها، والكره اتعملت بشكل مستمر. في الشوط الثاني حتى رمضان صبحي واحده منها جاب هدف، والحكم المساعد لغايه بداعي التسلل، ما كانش فيه اي تسلل. ده الشوط الوحيد اللي انا حسيت ان فيه تكتيك مختلف، لكن اتوقع ان الكابتن شوقي غريب دايما بيامن نفسه لو احنا اتقفل علينا الهجوم بالعمق على طول يا جماعه ريحوا نفسكم، افتح المساحه للفول باك اللي طاير ويلعب الكراس لمصطفى محمد وصلاح محسن، ودي تبقى طبعا طريقه احنا في الاخر عايزين نكسب، مش عايزين نلعب كره حلو لا شكرا مش عايز. احنا محتاجين ان احنا الماتش ده اهم ماتش للجيل ده، ده الماتش اللي هيوديهم ان العالم كله يتفرج عليهم ان شاء الله. حتى ده بالنسبه لي ماتش سيمي فاينل في وجهه نظري انا شخصيه اهم الفاينل. البطوله نكسبها ما نكسبهاش مش هتفرق كتير، لا المهم ان احنا ناخد تذكره التاهل للاولمبياد. ده الحلم اللي يحلم بيه اي لاعب في الجيل ده. وبالتالي بشوف ان كابتن شوقي غريب اكيد مش هيخرج عن الطريقتين دول، وغصب عننا بصراحه هيبقى الاعتماد على جبهه رمضان صبحي وابو الفتوح اكبر، لان هما الاثنين عندهم خبره اكبر من الخبره اللي عند كريم العراقي وعند صلاح محسن. اذا كابتن شوقي غريب برضه استقر ان هو يلعب بيهم في
الطرف الايمن. طيب ايه الحلول للطرف الايمن؟ لان احنا برضو لو قدرنا نطوره في الدور اللي جاي هيكون حاجه جيده. ده جميل طبعا. بصي خلي بالك هي ميزه لصلاح محسن. عارف صلاح محسن ربما يكون في يعني سمع بعض الامور السلبيه خلال دور المجموعات، لكن خلي بالك اتعلمت نقطه حلوه قوي. الناس كلها مركزه على مصطفى محمد وعلى رمضان صبحي، الناس مش مديه صلاح محسن نفس الاهميه اللي احنا عارفين. صلاح محسن واحد من اللعيبه الواعده جدا جدا في الكره المصريه، وطبعا بنتكلم على اللاعب اللي خد يعني اسعار اللعيبه من حته لحته. يعني دايما صفقه صلاح محسن هنفتكرها هي كانت يعني ايه نقطه التحول لسوق انتقالات في مصر. بنتكلم على لعيب صغير وصل ثمنه ليه 40 مليون جنيه، لكن صلاح محسن النهارده عشان العب على مستوى قاري لازم انا عقلي تختلف. تخلي بالك انت بتلاعب دايما لعيبه اقوياء جسديا. صلاح محسن في بعض الكرات الثنائيه ما بيقدرش ان هو يجاري الفول باك اللي قدامه او المدافع اللي قدامه، عشان كده بيضطر ان هو دايما يحاول ياخد يعمل سيميوليشن ان هو ياخد ضربه جزاء ياخد فاول. فلا خلي بالك الماتشات القاريه غير الماتشات المحليه. ربما في مصر الصفاره بتبقى سريعه شويه، لا في المباريات القاريه الصفاره بطيئه. كمان ما حدش هيسيبك تعمل مراوغات او تعمل انطلاقات كتير. ان خلي بالك احنا بنسال نفسنا سؤال، ايه ميزه صلاح محسن؟ صلاح محسن ميزته انه راجل دريبلر مميز سريع بالكوره، وما عنديش على الدكه، انا ما عنديش على الدكه اللاعب المهاجم اللي يقدر يجري بالسرعه بتاع صلاح محسن. احمد ياسر ريان مهاجم من ستايل مختلف تماما، حتى ستايل مختلف عن مصطفى محمد. احمد ياسر ريان برضو من احد الاوراق اللي ممكن العب بيها ليه الكرات العرضيه او الكرات العاليه في نهايه المباراه، وبالظبط زي ما حللنا المشكله في الخمس دقائق الاخيره قدام غانا. فبالتالي صلاح محسن انت عندك ميزه وربما ما تبقاش الناس مركزه معاك. يعني اكيد طبعا المدير الفني لجنوب افريقيا يبقى مركز جدا مع رمضان ومركز ان هو يقفل على مصطفى محمد، فدي ميزه ليك. بس عايزه منك حاجه من الاثنين، ان انت واحد تبقى ثابت في التدخلات الثنائيه ما تخسرهاش كتير، وحاول ان انت تستغل ميزتك انت. انت لعيب سريع، فحاول دايما تحول التنافس مع المدافع لتنافس سرعه اكتر منه تنافس قوه بدنيه. وابعد تماما عن حته دخله في الجيم بتاعك اللي هو سرعه، لان جيم الالتحامات مش يعني لو نقولها بالبلدي كده هاته للشارع بتاعك انت. ما تروحش الشارع بتاعه. لو انت تروح الشارع بتاعه اي تدخلات ثنائيه مع صلاح محسن في الوقت الحالي هتخسرها. ليه؟ لان انت بنيانك الجسدي في الوقت الحالي لم يتطور. انت ما اشتغلتش على نفسك بدنيا وبقاله فتره مش بيشارك برضه باستمراريه. اكيد طبعا 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 يعني. طيب على عكس مثلا رمضان صبحي، مثلا هضيف الحته دي، رمضان صبحي هذا اللاعب اللي كان ممكن مثلا قبل ما يروح انجلترا كان جسمه يعني في تحس ان هو ضعيف شويه. في صوره اعتقد كانت منتشره على السوشيال ميديا، اتنين لعيبه من غانا وعين على الارض ورمضان صبحي ما شاء الله بسم الله ما شاء الله واخد السبرنت. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هو اشتغل على نفسه بدني بشكل جيد. طيب هل برضو علشان صلاح محسن، لو البعض بيشير ان هو ممكن يكون وصل له داخل المعسكر ان صلاح محسن متضايق او مستاء او محبط من بعض الانتقادات، فكل التحيه والتقدير ليه، وكلنا عارفين ان كل لاعب في المجموعه ديت كل الاحترام وكل الروح وكل الطموح، وساعات بيبقوا متعصبين في تبديل او حاجه، وتحديدا صلاح محسن ده علشان هو محموق نفسه يجيب اهداف ونفسه ما يخرجش قبل ما يكون عمل بصمه جيده. طب مركز الجناح مأثر على صلاح محسن، خصوصا ان هو لما كان بيشارك مع نادي الاهلي كان بيشارك كسترايكر صريح؟ لا بس صلاح محسن اصلا مع انبي اللي نتابع صلاح محسن من زمان كان بيتكلم في الفتره الاخيره تمام. لا بقصوف ايه ما هي طبعا النهارده احنا شايفين اي مدير فني اجنبي لما هتيجي تقولي له اللاعب ده مثلا بيلعب على الشمال بس شكرا مش عايزه، لا مفيش. الثلاثه اللي قدام النهارده خلاص الكوره تحولت ان انا النهارده الوينجر ممكن اطلب منه يلعب مهاجم صريح. زي ما شفنا مثلا الكابتن حسام بدري بيستغل كهربا في المركز ده قدام كينيا. وليد ازارو مثلا فايلر الوحيد اللي شفناه بيلعب وليد ازارو على الطرف وساب اجاي هو اللي بيلعب مهاجم صريح في كذا مباراه. فالنهارده مفيش اي لاعب هيقدر يقول للمدير الفني على فكره انا راجل بتاع بوكس بس. ممكن ده اعمله مع مصطفى محمد. ليه؟ لان مصطفى محمد في المهاجم الصريح مش 9 من 10، ده 10 من 10 ما شاء الله، ده 10 من 10. وفي نفس الوقت انا معايا رمضان بيلعب على الشمال ومعايا صلاح محسن هجربه على اليمين، وبالتالي لا صلاح محسن انا مش ده مش مبرر بالنسبه لي، لان انت لعبت في المركز ده كتير مع نادي انبي وفي بعض مباريات النادي الاهلي. كل اللي انت بس محتاجه ببساطه زي كده ما قلتي
خلينا ننسى دول المجموعات ده خلاص بحلو ومره. احنا النهارده انت ممكن في لقطه واحده في ماتش جنوب افريقيا تعملها تاهل لمنتخب الناس هتاخدك من حته لحته، زي بالظبط ما قلت على احمد ابو الفتوح كان مع المنتخب الوطني الاول ربما كان في بعض الانتقادات، لما اتحط في حاجه تانية بصوره تانية لا مسح الصوره دي، واحنا دلوقتي بنفكر في النسخه بتاعه احمد الفتوح بتاعه بطوله افريقيا تحت 23 اكتر ما بنفكر في احمد الفتوح بتاع اجيري. طيب انا عايز اسالك عشان سريعا الوقت بيخلص، هل شايف مصطفى محمد التشبيه بتاعه مع عمرو زكي بولدوزر في اوجه تشابه ولا شخصيه وشخصيه؟ طبعا داخل الملعب بس. داخل الملعب بس طول ما مصطفى محمد بيقلد عمرو زكي داخل الملعب يا ريت تبقى نسخه منه، في خارج الملعب لا، عشان بس ابقى واضح جدا. ليه؟ مصطفى محمد النهارده في الفئه العمريه دي فارق عن اقرب واحد ليه مش في مصر في القاره، بدليل يعني ممكن مثلا اشبهه شويه حتى ايفينا المهاجم الكاميرون وبصراحه برضو كريستيان كوامي، بس كريستيان كوامي ما ظهرش بنفس المستوى اللي بيظهر بيه مع جنوا في الدوري الايطالي، لكن مصطفى محمد مميز في حته الجزء البدني، بيفكرنا بالكابتن حسام حسن في الجامب بتاعه، بيفكرنا طبعا بعمرو زكي كقوه بدنيه. فاكيد طبعا مصطفى محمد ماشي بخطى مميزه جدا عشان يبقى له اسم كبير داخل القاره، بس ده يتوقف على شيء واحد انه اكيد مصطفى محمد بعد البطوله دي كم العروض اللي هتجيله هتبقى عاليه. لو خرج في يناير هنكسب واحد تاني خالص. ليه؟ لان اعتقد في الوقت الحالي الانديه المصريه ما عندهاش القدره انها تطور اللعيبه بتاعتها زي ما بيحصل بنشوف في اوروبا. حتى رمضان صبحي بالرغم ان هو لما سافر ما كانش بيشارك جيدا، ولكن هو رجع من بره بص بقى الفرق البنيان وفرق القوه البدنيه اللي استفاده كبيره جدا، ونفس الحال مع محمد صلاح برضو التطور الكبير بدنيا اللي بيلحق بلاعبينا مع الاحتراف. بشكرك شكرا جزيلا، كنت عايزه اخطف كده عن منتخبنا الاول ولكن الوقت فرصه جايه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نتكلم مره ثانيه. بشكرك شكرا جزيلا كريم سعيد محللنا الفني، واكيد الحديث هيبقى على مدار الساعات والايام القادمه عن الحدث الابرز والاهم وعن التوبيك الامتع دلوقتي اللي مفرحه كل المصريين والشارع المصري، منتخبنا الاولمبي الرجاله وجهاز فني محلي محترم. كل التوفيق ليهم اكيد في الفتره اللي جايه باذن الله. لقاءنا يتجدد مع حضراتكم غدا، تقبلوا تحياتي والى اللقاء.